بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة يرحب بكم ونشكر لكم اهتمامكم الكبير لاكتساب العلم والمعرفة، ونتمنى لكم اكتساب معلومات قيمة وقضاء وقت ممتع في هذا اللقاء بالتعاون مع دلتا موشن، والذي سيكون بعنوان تأثير الرياضة على جهاز المناعة، وتقدمه الدكتورة أريج مفتي، وسنقوم بتقديم نبذة بسيط عن خبرات الدكتور أريد، طبيب استشاري وبروفيسور مساعد في علم الوبائيات. وسيتم تناول بعض المواضيع في هذا اللقاء، ومنها مكونات الجهاز المناعي، وظائف الجهاز المناعي، محفزات الجهاز المناعي، العلاقة بين الرياضة والجهاز المناعي، هل هي دوما إيجابية؟ نكرر شكرنا لكم واهتمامكم. أعزائي الحضور، نود تنبيهكم بأنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم وسيتم الإجابة عليها من قبل الدكتورة أريج، ومن تواجهه مشكلة بالصوت أو الصورة الرجاء التأكد من جودة الإنترنت لديكم ومن إعدادات الصوت الخاصة بالمنصة. تفضلي دكتورة أريج وبالتوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا، شكرا لكل الحضور، شكرا لمعهد رواد القادة، إعداد القادة، وشكرا لدلتا موشن على انهم اعطوني الفرصة دي ان شاء الله اكون معاكم، وباذن الله نقدم المعلومات اللي ان شاء الله تفيدنا مو بس على المستوى الرياضي، وانما باذن الله على مستوى الحياة كلهم. احب اعرفكم اول شيء بنفسي، انا دكتورة أريج حسن مفتي، طبيبة استشارية في مستشفى الحرس في جدة، وبروفيسور مساعد. تخصصي اللي هو علم الميكروبات أو علم التشخيص المجهري للميكروبات، حصلت على الزمالة الكندية والأمريكية، وبعد ما رجعت من كندا حصلت على لقب اللي هو البروفيسور مساعد. اهتماماتي الأخرى أيضا إني أنا يعني معتمدة كمدربة رياضية للزومبا، وأخيرا الحمد لله تم اعتمادي من عدة أشهر كمدرب رياضية تدريب شخصي اللي هو نسم. أيضا أنا مدربة لايف كوتش في معتمدة من منهج بيركمان للإرشاد السلوكي والمهني. وأخيرا أنا كاتبة لكتاب بعنوان نبضة فرح، والكتاب يشمل منهج حياة للامتنان. اليوم بإذن الله حنتكلم عن تأثير الرياضة على الجهاز المناعي، وطبعا العنوان ده كان جدا مهم في فترة اللي هو الحظر اللي هي الكورونا، مو بس عشان الكورونا، ولكن كيف إني أنا أجعل الرياضة هذه فعلا منهج في حياتي يعزز جهاز مهم في داخل جسدي، وهو الجهاز المناعي اللي هو بينمو معايا من يوم ما اتولدت لين ما حياتي كلها يعني. فنبغى نفهم الأساسيات على المحاور الأربعة. نبدأ بسم الله. طبعا هذه المحاور مو يعني حنلاقي في وسطها في كمان برضه عدة محاور ثانية، ولكن هذه هي المحاور الأساسية. حيكون كلامي ما بين اللي هو فهم الجهاز المناعي. لما أفهم الجهاز المناعي هفهم ليش هو مهم كحماية لي، مو فقط لي وإنما حتى فقط للناس اللي أنا بدربهم، للناس اللي حواليا اللي يهموني في حياتي. أول حاجة نبغى نعرف المرض المعدي إيش تأثيره على الشخص الرياضي عموماً. أول حاجة طبعاً المرض المعدي بالنسبة للشخص الرياضي، أول شيء بيعمل إخلال بنشاط إنزيمات العضلات. إذا فاكرين طبعاً عندنا إحنا إنزيمات عضلية، الإنزيمات هذه بتساعد على عملية الانقباض والانبساط. لما يأتي المرض المعدي، إيش يعني مرض معدي؟ يعني أي مرض بيكون سببه فيروس أو بكتيريا أو طفيليات، فبيعمل خلل في نشاط الإنزيمات العضلات. الشيء الثاني كمان يعني ممكن يؤدي إلى أنه يؤثر على القوة العضلية أو المسل سترينث اللي هي ريفلكتد بال1 ار ام. الحاجة الأخيرة اللي هو طبعا مع المرض بيكون طبعا في عندنا سخونة، بيكون عادة هذا بيؤدي إنه خلال المرض ممارسة الرياضة مع هذا الالتهاب اللي هو السخونة ممكن يؤدي إنه هو يحصل مجهود مضاعف تنفسي قلبي، يعني اللي هو الكارديك أوتبوت بيكون مور، البريدنج بيكون مور، فممارسة الرياضة هتخلي المجهود هذا يتضاعف ويزيد. طيب أول حاجة نبغى نعرف إيش تعريف جهاز المناعة؟ إيش يعني إن أنا أقول مثلاً مناعة؟ المناعة إن هي مدى قدرة الجسم إنه هو يحارب الأجسام الغريبة عنه. مهم نعرف الأجسام الغريبة عنه ليه؟ لأن معناته أول وظيفة للجهاز ده إنه هو يفرق ما بين نفسي أنا وما بين الغير. فلما أقول الأجسام الغريبة عنه مو بس الميكروبات،
يعني دي معلومة مرة مهمة، إنه الغريب عنه مو بس الميكروبات، أي جسم غريب عن داخل الجسم ده يعتبر جزء من وظيفة الجهاز المناعي. فإذا معناته الجهاز ده منظومة، يعني زي ما نقول كده analytical، يعني من العمليات الحيوية، طيب عشان يفرق ما بين الجسم الضار وغير الضار، وبالتالي المفروض إنه يكون في استجابة مناسبة بعد ما أنا أفرق، بعد ما هذا الجسم بيفرق، وبالتالي يصير في توازن. وهذا الكلام مرة مهم عشان بعدين لما حنشرح ليش التوازن ده بيختل، سواء كان في الناس الرياضيين اللي هم بيعملوا مجهود عالي، أو مثلا رياضة عالية الشدة، ولا الناس اللي هم الخاملين. فليش؟ لأنه في الحالتين هذه قد يختل هذا التوازن. إذا معناته أول شيء حتكون في معرفة تفريق ما بين الجسم الضار وغير الضار، بعد ما يفرق تصير استجابة، المفروض الاستجابة دي تكون مناسبة. هنشوف بعدين متى تكون الاستجابات دي غير مناسبة، بس المفروض يكون في استجابة مناسبة، وبناء على الاستجابة المناسبة دي يصير في عملية توازن داخل الجسم ما بين الهجوم والدفاع. طيب مهم نعرف كمان إنه كل كائن في الوجود عنده جهاز مناعي، حتى الحيوانات وحتى النباتات كلها، وحتى البكتيريا نفسها اللي بتهاجمنا ترى هي كمان برضو عندها جهاز مناعي. فكل حاجة في الوجود لها جهاز مناعي. إيش الفرق بيننا وبينهم؟ إنه هم مناعتهم طبيعية، إحنا عندنا أنواع أخرى من المناعات حنتكلم عنها. تاني حاجة، مناعتهم ما لها ذاكرة، يعني سبحان الله لما ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، فهذا هو تكريم حتى في الجهاز المناعي اللي يميزني أنا طيب عن باقي المخلوقات اللي في الكون. حيوانات ذات الفك اللي هي عندها فك هي بس اللي لها جهاز مناعي متطور، ولكن حتى الذاكرة المناعية بالنسبة لجسم الإنسان هي أفضل من غير الإنسان المخلوقات الأخرى. طيب لو جينا سألنا سؤال، إيش الفرق بين الجهاز المناعي وأي جهاز تاني؟ يعني لو قلنا مثلا إيش الفرق بين الجهاز الهضمي والمناعي، أو الجهاز العصبي والمناعي، أو الجهاز التنفسي والمناعي؟ فالفرق الأولاني، طبعا أول حاجة هعرض لكم أجزاء الجهاز المناعي. عندنا الغدة الزعترية، عندنا الغدد الليمفاوية، وعندنا الطحال، وعندنا اللي هو نخاع العظام. هذه الأجزاء الأساسية، ولكن يا ترى هل هذا يعني هو ده الشيء الوحيد؟ لا، عبارة الجهاز المناعي عبارة عن شبكة تنتشر في الجسم كله، وهذا اللي يفرق الجهاز المناعي عن الأجهزة الثانية. يعني حتى الجهاز العصبي مع إنه فيه أعصاب، ولكن الجهاز المناعي يصل إلى كل خلية فعلا من خلال شبكة. هو مو بس يصل، هو كمان يتفاعل مع بقية الأجهزة الثانية. فهنا طبعا هذه يعني شبكة كاملة ممكن حيتكلم فيها طبعا بعدين، بس أشرح فيها إنه مثلا اللوز من الجهاز المناعي اللي هي الغدد الليمفاوية، عندنا اللوز، عندنا اللي هي ما تحت الإبطين، عندنا هنا، وعندنا اللي هي شبكة اللي هي الأوعية الليمفاوية. فدي كلها تشكل الجهاز المناعي. فمعناته إنه أعضاء الجهاز المناعي منتشرة عبر الجسم جميعا جميعا، فما نقدر نقول انه وحده لحالها، لا، هي اعضاء متباعده في كل حته، في كل حته فعلا. مو زي مثلا الجهاز الهضمي او الجهاز التنفسي، او مثلا قلنا الجهاز البولي، لا، اعضاء منتشره في جميع انحاء الجسم. طيب انواع المناعه عندنا طريقتين. يعني لو احنا بنسال المناعه من يوم ولادتنا موجوده، في عندنا مناعه مكتسبه. المناعة دي عندنا بطريقة إما تكون طبيعية أو بطريقة صناعية. الطريقة الطبيعية اللي هي الأم لما تكون حامل بتدي لولدها أجسام مضادة عن طريق الحبل السري، وبعدين بعد الولادة بيكون في أجسام مضادة برضو اللي هي بتحمي الطفل في فترة الرضاعة. هذه يسموها باسيف. ليش باسيف؟ لأنه الجسم الطفل ما صنعها، هي جات واستقبلها، بيسموها باسيف. طيب وبعدين يبدأ هذا الطفل يبدأ هو جهازه المناعي يتنشط، وهذا يسموه أكتف. طيب الطريقة الصناعية التطعيمات، وهنا لازم نفهمها لأنه بعدين لما هنتكلم عن الكورونا حكاية التطعيمات، في نوعين من التطعيمات. التطعيم يا إنه يكون من مواد التطعيم نفسه، يعني التطعيم عبارة عن تكوينين، يا برضو نفس الشيء باسيف أو أكتف. إيش يعني باسيف؟ باسيف يعني التطعيم ده هو في داخله الجسم المضاد. يعني أنا لما أطعم اقوم اقول لجسم اتفضل هذا جسم مضاد، انت ما تحتاج تصنع اجسام مضاده. فهذا يسموه باسيف، يعني تطعيمات كذا لهذا النوع. التطعيمات الثانيه في كمان اللي هو نفس الميكروب يتضعف او يكون غير حي. ليش؟ ليه نفس الميكروب يتضعف؟ لما نفس الميكروب انا احقنه في الجسم يكون مضاعف، يعني
متعالج او معالج هذا الميكروب، او يكون اساسا غير حي غير مكتمل للحياه، فهذا يحفز الجسم، هو يطلع جسم الانسان يطلع اجسام مضاده. فاذا هي هذه فكره التطعيمات، حتى التطعيمات اللي اخذناها في طفولتنا ترى كلها تشمل على النوعين. في تطعيمات تكون انا اعطي الجسم هذا الجسم المضاد، الاجسام المضاده دي، وهي فبالتالي جسم ما يصنع، او اني انا احفز الجسم الجهاز المناعي في جسمي اني انا ادي له الميكروب طيب غير نشيط او غير مضاعف او يعني ضعيف يكون الميكروب او غير حي، عشان اقول له انت لو سمحت طلع الاجسام المضاده، اني انا احفز الجهاز المناعي. فهذه انواع اللي هي طرق الحصول على المناعه. طيب للحفاظ على الصحه العامه نبدا في وظائف الجهاز المناعي. طبعا عندنا عده وظائف، مو بس الحمايه، الحماية من المواد الضرورية طبعاً، ومو بس البكتيريا، مو بس الفيروسات، مو بس الطفيليات أو الفطريات، ميكروبات، سموم، خلايا سرطانية، والمواد المثيرة للحساسية. يعني الناس اللي عندهم حساسية ترى هذا يعني له علاقة بالجهاز المناعي. فمهم نعرف إنه المناعة مو بس فقط ضد الميكروبات والبكتيريا، لا، هناك في السموم اللي في الطبيعة، الخلايا السرطانية، يعني واحدة من أجل وظائفه الحماية من الخلايا السرطانية، أو من حدوث أن نفس الخلية الطبيعية تتحول إلى خلية سرطانية، وكمان من المواد المثيرة للحساسية. طيب في عندنا كمان وظيفة ثانية اللي هو الانتماء الذاتي. كيف يعني اللي هو الأوتو توليرنس؟ أنه من وظائف الجهاز المناعي أنه يحافظ على قبول الأنسجة الذاتية وعدم رفضها. وهذا يفسر ليش في ناس عندهم أمراض اللي هي يسموها أوتو أميون. إيش يعني أوتو أميون؟ يعني الجسم يطلع أجسام مضادة ضد نفسه، فيصير الجسم حال، معناته هو فقد الصفة دي أو الوظيفة دي اللي هي يسموها الانتماء الذاتي. زي إيش الأمراض هذه؟ زي مين مثلا؟ عندنا اللي هو الثعلبة، الذئبة الحمراء، الروماتويد. فهذا كله ما كان، مو إنه شخص جاته ميكروب، لا، هذا نفس الجسم طلع أجسام مضادة، مثلاً بيروح للمفصل بيشبك في الأنسجة بيحارب نفسه. فهذا فقد اللي هو الخاصية الوظيفية للجهاز المناعي اللي هي الأوتو توليرانس أو الانتماء الذاتي. هل في وظيفة تانية؟ أيوه طبعاً، المسح المناعي، وهذه من أقوى الوظائف. يعني المسح المناعي، تخيلوا جيش قاعد يتحرك 24 ساعة في جميع أرجاء الجسم. وهذا كمان يعني يفرق ما بين الجهاز المناعي والأجهزة الثانية. الجهاز المناعي شغال 24 ساعة وأنا صاحية وأنا نايمة، الجيوش وبعدين حنشوف من هم دول أفراد الجيش دول بيشتغلوا يعني زي ما تقولوا ديتكتيف أو مفتشين، بيدوروا طول الوقت بيعملوا مسح مناعي. زي لما أنا أدخل، تخيلوا الجسم ده داخل تحت اللي هو الأشعة المقطعية، أو لما إحنا نعمل سكانينج لورقة، كيف الورقة دي بكل جزء منها بيعدي تحت الضوء؟ نفس الشيء الجهاز المناعي بيعمل في كل لحظة اللي هو حاجة يسموها إميون سيرفيلنس. فهذه اللي هي أبعاد وظائف الجهاز المناعي، لا تقتصر فقط على الحماية من الميكروبات أو البكتيريا. نيجي بعد كده هيكون عندنا طبعاً من المسح المناعي. عندنا لما تيجي تعمل المسح المناعي، هل مثلاً هي بتعمل المسح عشان بس عشان تقول ألحقوا ترى هنا في بكتيريا ولا في فيروس؟ لا، حتى الخلايا القديمة والتالفة بصفة دورية هتتعرف عليها وتزولها بصفة دورية. كيف يعني؟ يعني عندنا مثلا في خلايا بتموت في جسمنا، من ضمنها مثلا كريات الدم الحمراء. كريات الدم الحمراء بتعيش 120 يوم، لما تموت كيف تروح؟ الجهاز المناعي يساعد في هذه الحاجة. هو طبعا بعدين حنتكلم في الخلايا، بس في نوع مخصص للخلايا هو وظيفته بس، يعني لو نقول كده باللغة العامية، يكنس المكان، يكنس، يشيل التلف. مثلا بعد محاربة البكتيريا، طيب البكتيريا دي كيف نحتويها؟ تكون جوة خلايا اللي حاربت. طيب الخلايا دي خلاص البكتيريا قتل هذا، فالخلايا دي يعني صارت تالفة، طب كيف نشيلها؟ في خلايا من نفس الجهاز المناعي بتشيل الخلايا اللي هي حصل لها تلف، او الخلايا بتتلف نتيجة مثلا الالتهاب. بعد مثلا ما يصير بكتيريا او كده بيصير التهاب، طب هذه الأنسجة اللي تهتكت مين بيشيلها؟ بيشيلها الجهاز المناعي. بس لازم اول شيء يكون في مسح مناعي عشان يتعرف ويشيل هذه الخلايا القديمة أو التالفة بصورة أو صفة دورية. طيب بالنسبة للميكروبات، طبعاً وظائف الجهاز المناعي أول شيء يمنع دخولها، يعني هي الوظائف مش إنه يحاربها، لا، أول حاجة حيمنع، ما قدر يمنع ودخلت حيزيلها. طيب هل انتهى الموضوع على كده؟ لا،
في وظيفة ثالثة مهمة اللي هي الذاكرة. وهذا يفسر ليش مثلا الناس اللي بتاخذ تطعيمات، خلينا نقول مثلا تطعيم العنقس او التشيكن بوكس اللي جاهم مثلا، او اللي جاهم عنقس ما يجيهم مرة ثانية. ليه؟ لانه في ذاكرة مناعية. متى يجيهم مرة ثانية؟ لما تكون مناعتهم تقل. يعني تلاقي مثلا واحد جاله العنقس او التشيكن بوكس او وبعدين مناعته قلت نتيجه مثلا لا قدر الله اورام او سرطان، ممكن يكون عرضه انه يتعرض لفيروسات من نفس الفصيله. ولكن هذا يفسر ليه بعض الامراض مجرد ما تجينا مره واحده ما تجي مره ثانيه، او بعض الامراض يعني اذا جات مره ثانيه تجي بطريقه خفيفه. عشان كده حتى في حالات الكورونا دحين بيقول لك الغالب انه اللي جاله كورونا ما يجي له مره ثانيه، الغالب، لانه في ايش؟ صفه اللي قلت لكم عليها اللي اسمها الذاكره المناعية. بس مهم جدا كمان معلومة مرة مهمة إنه يكون الميكروب من نفس الفصيلة. بمعنى إيه؟ يعني ما يجي مثلا لا قدر الله نجي نقول بعد 5 سنين 6 سنين ظهر لنا لا قدر الله كورونا جديدة، حيكون تركيبته ممكن جينية مختلفة. أو بلاش، خلينا نتكلم عن الماضي. الناس اللي أخذوا تطعيم اللي هو مثلا التطعيمات السابقة، الفيروس لازم يكون من نفس الفصيلة عشان تكون فيه ذاكرة مناعية لنفس الفيروس ده. الحين تكون هي عائلة، الفيروسات عائلة، يعني الكورونا ترى هي عائلة، وكل عائلة لها شفرة جينية مختلفة اختلاف بسيط، بس هم كلهم يشاركوا في الشفرة الجينية العامة. فعشان كده هذا يفسر انه ليش لحد الآن ما ظهرت التطعيمات، لانه لازم نحدد الشفرة الجينية وعلى اساسه تبنى السلاسل اللي هي البروتينية اللي تطلع من اساس تطلع منها الأجسام المضادة اللي تحارب الفيروس 100%. طيب الذاكرة المناعية هي بس شرح بسيط. طبعا هنا لو قلنا أول حاجة أن العمود هنا نسبة الأجسام المضادة في الدم، وهنا الأيام. لو جينا مثلا قلنا أنه في أول مرة الإنسان تعرض لهذا الفيروس أو البكتيريا اللي هو الفيرست اكسبوجر تو أنتيجين، أول تعرض للأنتيجين. إيش هو الأنتيجين؟ الأنتيجين هو اللي يحفز الجهاز المناعي. يعني كانت بكتيريا، كانت فيروس، كان مادة تثير الحساسية مثلا، كانت لا قدر الله خلية سرطانية بدأت تتحرك. فأول تعرض للجهاز المناعي، الجهاز المناعي حيستجيب فيزيد معدل الأجسام المضادة اللي بتحارب الجسم الغريب ده اللي هو الأنتيجين، يسموه أنتيجين أنتيبادي رياكشن. جات مثلاً أيام عدت والشهور عدت والسنين عدت، تعرض الجسم لنفس الفيروس ده، مو الفيروس أو لنفس البكتيريا أو نفس الأنتيجين ده، هنا حيصير في ردة فعل. طيب إنه خلاص في ذاكرة، هنا عرفنا. فحتى كمان عدد المضادات الحيوية اللي تفرز ما حتكون بنفس التفاعل زي المرة الأولى، صح؟ هيكون في استجابة، بس الاستجابة حتكون أسرع. لاحظوا الاستجابة حتكون أسرع وتكون فيها ديمومة، يعني دائمة. فليه؟ لأنه في ذاكرة مناعية. طيب نجي للسؤال اللي بعد كده، هل في فرق بين الجهاز المناعي في الأطفال والكبار؟ بمعنى آخر، ليش الأطفال مثلا ممكن يكونوا عرضة لأمراض مختلفة عننا؟ يعني هم عندهم مثلا أكثر شيء التهابات الإيدين والحلق وكده، هل في تفسير لهذا الشيء؟ أول شيء حتكلم عن الاختلاف، والاختلاف ده حيوضح نوعا ما ليش في فرق في الأمراض الميكروبية الميكروبات، خلينا نركز عليها، بين الأطفال والكبار. احنا طبعا ذكرنا إنه في مناعة طبيعية من الطفل لأمه. المناعة هذه حتكلم عنها في الأجسام المضادة، بس بتكلم على جزء من الجهاز المناعي اللي هو الغدة الزعترية. الغدة الزعترية دي موجودة، يسموها غدة التوتة أو لها الغدة الثايموسية أو بالإنجليزي الثايموس جلاند. هذه بتكون موجودة هنا في القصبة الهوائية أعلى القلب. في الأطفال لما يتولدوا فيها يكون حجمها من 4-6 سنتي، يعني حجمها يكون كبير. الغدة دي مع الوقت لين ما يوصل الإنسان سن مرحلة البلوغ بتضمر. إيش وظيفتها هذه الغدة؟ الغدة دي مرة مهمة لعمليات اللي هو الخلايا الليمفاوية التائية، بعد رح نتكلم عنها. بس دي الغدة الفكرة منها إنه بين الكبار والصغار، عند الكبار بتكون جدا ضامرة. وفي طبعا دراسات بتقول إن هذه اللغة كمان، الغدة دي هي اللي بتخلي الطفل يلقط اللغة أفضل من الكبار. يعني هذه بس كده معلومة على الجنب. ليه تلاقي الطفل ما شاء الله يقدر يلقط أكثر من لغة في وقت واحد، مو زي ما واحد يكبر؟ يقول لك واحدة من الدراسات إنه هذه الغدة الزعترية إضافة إلى إنها هي بتساعد على تنشيط الخلايا الليمفاوية اللي هي التائية. يعني الخلايا الليمفاوية حنتكلم عنها بعدين، بس هي مركز مهم مرة لتنشيط المناعة في مرحلة اللي هي من بعد الولادة لين مرحلة البلوغ، بس ليها وظيفة تانية اللي هي تدعم اللغة. لما جينا تكلمنا عن الأجسام المضادة، فإحنا قلنا طبعاً إنه الطفل بياخد مناعة مكتسبة اللي هي الباسيف، مناعة طبيعية الباسيف اللي هي من أمه في أول ما يتولد. طيب هل الأجسام المضادة اللي أخذها من أمه تقعد طول العمر؟ لا،
يبدا بعد 8 شهور او من 6 ل 8 شهور، تبدا نزول شويه في 6 شهور، بس من 8 ل 12 شهر يحصل ان هي تنخفض. هو شايفين اللي هو هذه اللي هي الاي جي جي اللي هي الاجسام المضاده. طيب فعند الولاده هنا مثلا في فتره الحمل، بعدين هنا بعدين كده تبدا ترتفع 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 لين ما يجي لحظه الولاده تكون جدا عاليه في وقت يعني في جسم الطفل تكون عاليه. لما يوصل الطفل تبدا في الهبوط من بعد الولاده، طيب اللي هي هذه اسمها اي جي جي، تبدا في الهبوط شويه. طيب بعدين نفس الطفل يبدا يطلع اللي هي الاجسام المضاده الخاصه فيه. فمعناته بس نبغى نعرف انه في دي الفتره اللي هي لما يحصل هبوط في الاجسام المضاده اللي استقبلها الطفل من امه عند عمر 9 شهور، من 9 شهور لين سنه، في دي المرحله اللي هي يسموها الويندو بيريود، يعني اللي هي زي ما تقول كنا فتحنا شباك، اللي هي مرحله هبوط اجسام مضاده وبدايه طلوع اجسام مضاده. الهبوط فين؟ في الاجسام المضاده اللي هي من الام للطفل، راحت وهي حامل فيه. فدي الفتره لما يحصل هبوط، ودي ونفس الوقت ابدا الاجسام المضاده حقه الطفل تبدا تطلع على فوق، هذه المرحله تكثر فيها الالتهابات. يعني تلاقي مثلا دائما يجيهم التهاب في الاذن، التهاب في الحلق، التهاب رئوي، اللي هي مرحله حوالي عمر السنه، من 9 شهور لين سنه. فهذا يفسر ليه، لان هي مرحله اللي هي اعاده توازن، انه خلاص المصدر الخارجي انتهى، الحين احنا بنحاول نعبي البنزين على قولهم، فيبدا المصدر الداخلي اللي هو انتاج الاجسام المضاده بيزيد. فدي المرحلة يفسر ليش في هذا العمر بالذات بيكون ممكن انه في تحصل التهابات زي الالتهابات البكتيرية، الفيروسات طبعا على المستوى الاول. طيب مراحل الدفاعية للمناعة، يعني مثلا لو قلنا انه دخل جسم غريب، هل كله بيصير كده مرة واحدة؟ لا، احنا تكلمنا انه في مناعة مكتسبة وفي مناعة طبيعية. مراحل الدفاعية للمناعة عبارة عن 3 مراحل، هنفسرهم بالفيرست لاين اوف ديفنس اللي هي خط الدفاع الاول، خط الدفاع الثاني، بعدين يجينا خط الدفاع الثالث. يعني شيء مترتب، يعني سبحان الله مو كله يهاجم مع وقته، لا، كل جزء من الكتيبه، يعني بنقول كتيبه من الجيش، هي عارفه متى تتحرك وكيف تروح. طيب خط الدفاع الاول هنا قال لك مثلا زي مثلا عندنا اللي هو عندنا الجلد، الجسم، الاغشيه المبطنه للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، الانزيمات، طيب البكتيريا اللي موجوده في الامعاء، في بطانه الامعاء، وفي عندنا حاجه اسمها كومبلمنت بروتينز، هذه حتكلم عنها، بس هي عباره عن بروتينات تساعد في تنظيم عمليه الدفاع والهجوم. طيب لو فرضنا انه البكتيريا او الفيروس تعدى الخط هذا وقدر انه هو يخش ويقتحم، هيبدا الخط الدفاع الثاني اللي هو الثاني اللي هو تبدا ايش، خلايا يسموها حقه اللي هي المناعه الطبيعيه او الانيت او الفطريه. يعني ليش اسمها فطريه؟ لان احنا خلقنا بها بهذه الانواع من الخلايا، اهمهم اللي هي الخلايا البالعه اللي اسمها الفاجوسايتس، من ضمنها اللي هي الخلايا القاتله، وحنتكلم دول كلهم عنهم، بس هذول ثاني خط دفاعي. طيب لو فرضنا انه لا، البكتيريا والله افرزت، طبعا كمان حتى البكتيريا عندها وسائل دفاع قدرت ان هي تتخطى هذه المرحله، بعد كده نوصل للغدد الليمفاويه، عفوا الخلايا الليمفاويه اللي هي الخلايا البائيه والتائيه اللي هي البي سيلز والتي سيلز والاجسام المضاده. طبعا الاجسام المضاده دي تخرج من البي سيلز، بس التي سيلز هي اللي تحفز البي سيلز. طيب هل في فرق بينهم؟ ايوه، الاولانيه فوريه على طول وغير مخصصه. كيف يعني غير مخصصه؟ يعني دخلت بكتيريا، دخل فيروس، دخل شيء مثير للحساسيه مثلا، دخلت طفيليات، هو بيدافع وما لها ذاكره، هي بس على قولهم خط الدفاع الاول. بعد كده خط الدفاع الثاني بتكون سريعه المدى بس غير مخصصه، يعني برضو نفس الشيء، اي شيء يجي حتحاربه. بعدين تيجي اللي هي الاجسام المضاده، هذه تكون مخصصه. الاجسام المضاده لما نتكلم عنها دائما نفتكر كلمه انتيجين، انتي بودي. انتيجين زي حكايه ايش يعني مخصصه، يعني شفتوا كيف المفتاح مع الباب، خلاص الجسم ده الخليه المناعيه بتفرز جسم مضاد بيكون زي كانه المفتاح اللي بتحط على الباب، اللي هو مين؟ الانتيجين اللي هو الجسم الغريب. فتصير عمليه اللي هي يسموها لوك اند كي، يعني مفتاح مع الباب، هذا يكون ساعتها هنا خلاص وقفنا وعملنا اللي هو كانت الوظيفه فعاله 100%. طيب نبدا اللي هو خط الدفاع الاول اللي هو الانيت اميونيتي او المناعه الفطريه اللي احنا اتولدنا فيها. طبعا تكلمت انه في منها حواجز كيميائيه، حواجز فيزيائيه وخلايا. الحواجز الفيزيائيه زي ما قلت لكم مثلا عندكم الجلد، هذا يعتبر من الحواجز الفيزيائيه. الجلد يعتبر خط الدفاع الاول للحمايه.
الحواجز الكيميائية زي الإنزيمات اللي تفرز، زي اللي عندنا اللي هو حاجة يسموها لايزوسومز، هذه اللي هي بتفرز عشان تساعد الجسم، وحتكلم دحين عنها. وعندنا خلايا ابتلاعية اللي هي زي موجودة هنا، هذه كلها خلايا ابتلاعية، الفاجوسايتس اسمها، أو الخلايا الابتلاعية اللي هي أول هجوم، وتكون الخلايا دي بتكون موجودة في الدم بمجرد ما تنتبه انه في، او في الانسجه، يعني هي موجوده في المكانين، في الدم وفي الانسجه. ليه؟ لانه وظيفتها ايش قلنا؟ المسح الميداني، المسح المناعي، فموجوده في كل حته. اول ما تشوف شيء غلط تبدا هي على طول ايش؟ تهاجم. فهي موجوده، هي موجوده، يعني ما يحتاج تتعرض لجسم غريب عشان تفرز. هذه معنى كلمه اللي هي خط الدفاع الاول. خط الدفاع الاول هو جاهز، يعني دحين احنا كلنا واحنا في دي اللحظه موجود عندنا ده خط الدفاع الاول، موجود، مخلوقين فيه، ما يحتاج يتعرض لعامل خارجي عشان يحفز في صناعته. فدول كلهم موجودين. هذه اسمها اللي هي الناتشورال كيلر، اللي هي الخلايا القاتله. هذه البروتينات اللي هي تنظم عمليه الهجوم والدفاع، وهذه كلها خلايا ابتلاعيه. طيب، هذه طبعا اللي هي الخلايا اللي تبطن الجلد، والخلايا اللي تبطن الجهاز التنفسي والهضمي. في اشياء ثانيه طبعا زي ما قلت لكم الكيميائيه زي الانزيمات، عندنا الدموع واللعاب والعرق. يعني بمعنى اخر هذه كلها فيها انزيمات مضاده للبكتيريا. عشان كده الواحد لما يعمل تمرين خليه بس يفتكر دي المعلومه، انه هذه اللحظه مع العرق، ترى العرق ده في جوته انزيمات بتدافع عنه. يعني كده خلي كده نعمل التمرين واحنا في حاله من العزه، انه لا، هو ترى جزء من ادوات الدفاع عني اني انا اعرق عشان هالانزيمات اللي داخله بتطاد البكتيريا اللي ممكن تكون تدخل. لو انا مثلا كان عندي جرح او اي حاجه سبحان الله قطع او كوتش وانا ماني منتبه لي، العرق ده يعتبر مطهر ومعقم لدخول البكتيريا للجسم. طيب، ايش في كمان؟ قلنا الجلد تكلمنا عنه، الاغشيه المبطنه. ليش؟ لان فيها ماده لزجه. الاغشيه المبطنه فيها ماده لزجه اللي هو المخاط، هذا بيساعد على تصيد الاجسام الغريبه، سواء كانت في الخشوم او في البلعوم او في القصبه الهوائيه، كلها ترى فيها اغشيه مبطنه، سواء كان الجهاز التنفسي او الهضمي. عندنا حمض المعده، يعتبر من اجهزه الدفاع. انتم عارفين انه حمض المعده اللي هو اسمه الاتش سي ال، الحمض هذا يعني الدرجه الحموضيه فيه البي اتش، يعني في حاجه اسمها بي اتش، البي اتش عموما في جسم الانسان 7.4. الحمض المعده البي اتش حقه اعلى من الليمون. يعني لو انا كده عصرت ليمون وجيت قست البي اتش حقه حيكون ما بين 2 و3، لكن حمض المعده 1، فهذا يدل انه هو خط دفاع قوي جدا جدا يقتل البكتيريا علاوه على الانزيمات. اخر حاجه كان عندنا بكتيريا الامعاء الحميده. الامعاء الحميده، ايش البكتيريا؟ البكتيريا هذه اسمها البكتيريا الحميده، موجوده في الامعاء، وهي تنافس البكتيريا الضاره. كيف يعني تنافسها؟ ان هي برضو تنتج مواد تحارب إذا دخلت بكتيريا ضارة. وبالمناسبة الزائدة الدودية فيها بكتيريا حميدة. يعني كنت دائما سبحان الله أسأل السؤال، ربنا ما خرج شيء زائد، ليش هذه كده اسمها زائدة الدودية؟ فلما سبحان الله بحثت لقيت إنه لما جو عملوا بحث ومسكوا كل الناس اللي أخذوا منهم الزائدة الدودية، لقوا في داخلها بكتيريا حميدة. عارفين هذه بكتيريا من فين؟ زي الناس اللي بياخذوا البروبايوتكس اللي هي عندنا اللي هو اللاكتوباسيلس والأشياء دي، ترى جزء منها موجود في الزائدة الدودية. فما في شيء اسمه زائدة دودية، لأنه حتى زائدة دودية في داخلها بكتيريا حميدة ممكن تحميني من إني أنا أتعرض لمرض عن طريق مثلا الجهاز الهضمي. طبعا لما شلتها مو معناته اختل التوازن، ليه؟ لأنه إحنا عندنا معاه ما شاء الله طولها فوق 8 أمتار، بس أنا بتكلم إنه ما في شيء اسمه زائد في جسمي، كل شيء ربنا خلقه بحكمة ولسبب. آخر حاجة من أجهزة المناعة أو خط الدفاع الأول، البول وخروج السموم. فمعناته انا ولا وانا بلعب رياضه خليني استشعر هذه الاشياء، ان هذه كلها سخرت من ربنا كخطوط دفاع اولى عشان ربنا يحميني، مو واحد ولا اثنين. هذا طبعا اللي ذكرته ترى في اشياء مره كثير، بس هذه الاساسيه كخطوط دفاع اوليه. وهذه الخطوط الدفاع موجوده 24 ساعه من قبل حتى ما نتعرض، يعني اللحظه دي الخطوط كلها موجوده فينا كلنا، واحنا الحمد لله سليمين وفي كامل صحتنا وما عندنا اي حاجه، هي بس تنتظر ومتاهبه ان هي تدافع عن الانسان ده اللي ربنا كرمه. طيب، هنا برضو رسمه ثانيه بتقول انه كيف الخطوط الدفاعيه. فعندنا هذه الحياه زي ما يقولوا، هنا عندنا الاول، الخط الاول اللي هو نان سبيسيفيك، قلت لكم انه هو ما يكون محدد، هو لكل شيء،
سواء كانت بكتيريا، فيروس، فطريات، مادة تثير الحساسية، مادة حتى من داخلية اللي هي مثلا لو كان قلنا سرطانية، كله هو بيدافع عنه طبعا. بعدين عندنا خط الدفاع الثاني اللي هو ده برضه نون سبيسيفيك. في نقطة مرة مهمة، السخونة لما تبدأ سخونة في أي أمراض معدية، نفهم إنه إحنا وصلنا لخط الدفاع الثاني. بس عشان هي معلومة، عشان كده أنا حطيت لها يعني صح، لأنه هنا تفرز مادة اسمها السيتوكاينز، حيتكلم عنها بعدين، وهنا بيصير عملية الالتهاب. يعني هنا ما في شيء لسه، هنا تبدأ تصير عملية الالتهاب اللي هو فيه عندنا الخلايا القاتلة، وفي اللي هو الانفلاماتوري بايو ماركرز اللي هي البروتينات اللي تساعد على عملية اللي هو حدوث الالتهاب، وهنا تكون في سخونة. طيب، وهنا تكون عملية البلع اللي هي الفاجوسيتوسيس اللي حتكلم عنها هنا. بعد كده ما نفع ده كله، نخش في ايش؟ في الخط الثالث اللي هو خط الدفاع الثالث اللي تكون فيه اجسام المضاده، وعباره عن نوعين حتكلم عنهم بعدين، بس بالانجليزي واحده اسمها اللي هي الدفاع الخليوي، والدفاع اللي هو اجسام المضاده اللي هو الهيومرال. طيب، لو قلنا مثلا فرضنا هنا سيناريو، دخلت البكتيريا مثلا، كان في هذا الجلد وكان في مثلا قطع في الجلد ودخلت هذه البكتيريا. طيب، الالتهاب ده من فين بيجي؟ بيجي من حاجتين. احنا مو قلنا انه في خلايا اسمها الخلايا الالتهامية اللي هي حاجة سموها قلنا عليها المسح الميداني أو المسح المناعي. فأول ما هي طبعا تدور، بس ترى في منها في الأنسجة وفي منها في الدم، فهي تدور أول ما تكتشف تبدأ ترسل اللي هو حاجة سموها اللي هو قلنا إيش السيتوكاينز اللي هي تسبب الالتهاب. إيش يعني تسبب الالتهاب؟ يعني يصير في إحمرار، يبدأ يصير في تمدد في الأنسجة، يصير في السوائل تخرج من الأوعية الدموية اللي هي البلازما للنسيج ده. ليش يصير ده كله؟ عشان تيجي كريات دم بيضاء اكثر واكثر وتساعد الموقف بانها تحتوي هذه البكتيريا. فبعض الاحيان الالتهاب ترى يكون نعمه، ليه؟ بس ما يكون يزيد، طيب، ولا يكون فيه له اضرار. وهذا كله يعتمد على توازن عمل الجهاز المناعي وعلى قوه البكتيريا دي، درجه قوتها ومناعتها كمان. طيب، الخلايا المناعيه يمكن صعب انه انا اشرحها دي كلها، بس الفكره فيها اني انا يعني لانه كثير حتذكر في الشرح بعدين. المصنع الاساسي للخلايا المناعيه، المصنع الاساسي اللي هو نخاع العظام. من نخاع العظام تصنع الخلايا هذه من الخليه الام اللي يسموها ستيم سيل او الخليه النخاعيه. طيب، الخليه النخاعيه دي يصير لها يعني بعد كده تنمو على مرحلتين. الخليه دي مو لازم تحفظوا اساميها، بس واحده اسمها مايلويد وواحده اسمها ليمفويد. يعني هذه الليمفويد اللي هي الليمفاويه ودي المايلويد. هذه تكون منها الصفائح الدمويه اللي هي ثرومبوسايت، ويتكون منها الكريات الدم الحمراء، ويتكون هذه الخلايا دي حقه الحساسيه اللي هي الماست سيلز، وتكون خليه اسمها مايلوبلاست. هذه الخليه تكون اربع انواع من كريات الدم البيضاء. كل نوع ترى يظهر في يعني ايش نقول في ميكروب مختلف. طيب، لكن لو تقولوا لي مين اهمهم، يعني مثلا زي هذه الحساسيه، دائما الناس اللي عندهم حساسيه لما تيجي يسووا لهم تحليل دم، طب في تحليل الدم يبان هذا مره عالي. الناس اللي عندهم بكتيريا ده مره يكون عالي، اللي هو النيتروفيلز تعتبر خط دفاع اولاني. طيب، الناس اللي عندهم مثلا عندنا حتى في الطفيليات يلاقي مثلا الدم مره يكون عالي. طيب، هذه المونوسايتس دي ودي، هذول اللي هم الخلايا اللي احنا قلنا تعمل مسح ميداني. هذه تكون في الانسجه اللي هي المونوسايت، وبعدين لما تكبر تروح وتقعد فين؟ جوه السيركوليشن اللي هي الجهاز الدموي، تدور. فكلهم قاعدين يعني جيوش جوه العروق وجيوش برة العروق، يعني برة اللي هو الجهاز الشرياني او الجهاز الدموي. عندنا هذولا جاهزين جيوش عشان ايش؟ يعملوا اللي هو المسح الميداني. طيب، هذا كل جزء. طيب، نيجي للجزء الثاني. طب، من ده الخلايا حتكون في حاجه يسموها الخلايا القاتله، وفي عندنا الخلايا الليمفاويه، دي جدا مهمه وحنكررها مره كثير لانه بغيرها بتصير كثير امراض. عندنا نوعين، خلايا تائيه وخلايا فائيه. الخلايا التائيه هي المسؤوله اكثر شيء عن المناعه، عن الذاكره، وهي اللي بتحفز الخلايا البائيه اللي بعد كده بتفرز الاجسام المضاده. طيب، لما يتصنع هذه الاشياء كلها في نخاع العظام، تقعد في نخاع العظام؟ لا، هي اساسا تصنع دي في نخاع العظام كبدايه، بعدين يصير لها تكمله النمو حقها، يعني زي ما تقول تتصنع كبدايه او تنتج في نخاع العظام، بعدين تروح عبر الدم، تروح تتركز فين؟ في مراكز
عارفين كيف لما احنا نوزع نقاط التفتيش؟ ايش هي نقاط التفتيش؟ اللي هي الغدد الليمفاوية. الغدد الليمفاوية مو بس الغدد الليمفاوية، لا، في عندنا الغدد الليمفاوية اللي هي من ضمنها اللوز، طيب، وعندنا الغدد اللي هي تحت الابطين، وعندنا الغدد اللي هي اسفل البطن، لكن كمان في عندنا النخاع الطحال، طيب، هذا يعتبر جدا يعني مهم جدا كمحطة ليمفاوية. وطبعا ما بينهم ايش اللي يربطهم؟ شبكة، شفتوا زي شبكة العروق، اسمها اللي هي الأوعية الليمفاوية. عشان كده المسح الميداني ده شغال في جوة الدم، وشغال جوة الليمف اللي هو الوعاء الليمفي. الوعاء الليمفي جوته مادة يعني كده فاتح لونها زي السترو أو القش، هذا هو اللي يكون مليء بكريات الدم البيضاء، عشان كده لونه فاتح، ما في له دم، ما يكون فيه دم، يكون لونه فاتح. فتعمل دائما عملية المسح الميداني. فدي بس تفتكروها كده، لانه كثير حنتكلم عن الاسماء هذه اللي هي التي والبي، لانه كل شيء ترى ليه يعني ليه وظيفه مختلفه عن الثاني، وكل شيء مستعد. الفكره دائما انه تنظيم عمليه الهجوم والدفاع، هي الفكره انه مو بس انا اعمل مناعه، ولكن الفكره انه يكون في توازن ما بين الهجوم والدفاع. ليه؟ لانه لو الهجوم زاد ايش معناته؟ حيصير في خلل، حيصير في انه هو ممكن يصير يعني دمج، او يصير للانسجه يصير فيها تعطيل. احنا نبغى عملية التوازن، كل واحدة من دي الخلايا بتساعد في عملية التوازن. آلية عمل الجهاز المناعي ببساطة، أول شيء طبعا احنا قلنا إنه كريات الدم البيضاء، لو شفتوا الصورة اللي قبلها هنا، في شيء منها محبب وشيء غير محبب، كل وطبعا بس احنا قلنا إنه هذه أهم حاجة. فهذا نفس الكلام برضو بيقول إنه عندنا الليمفوسايتس اللي هي الخلايا البائية والخلايا التائية. ككمية، طيب، الخلايا التائية 75% والخلايا البائية 10%. طيب بس ليش دي كتير؟ لأن هذه المنظمة عندنا في منها قاتلة، في عندنا منها، عارفين منها القاتلة يسموها ناتشورال كيلر، عندنا اللي هي المحللة اللي هي يسموها سايتوتوكسيك. إيش يعني محللة؟ يعني زي ما قلت مو بس للميكروب، الميكروب خلاص احتوته الخلية ومات الميكروب وصارت الخلية تالفة، تجي المحللة دي اللي هي يسموها سايتوتوكسيك تي سيلز، هذه تروح تاخد برضه تشيلهم زي ما قلنا المكنسه، او خلايا سرطانيه مثلا، سبحان الله خليه سرطانيه تموت دي تاخذها برضه، نفس الشيء يسموها المحلله. انواع في اللي هي السبريسور اللي هي المثبطه، هذه اللي مثلا زي كده خلاص هجمنا خلاص احتوينا البكتيريا، او لا، طب مين حيوقف؟ يسموها اللي هي السبريسور، او اسمها الثاني ليها سي دي 8، يعني في شيء اسمه سي دي 4 اللي هي المساعده، هذه حنتكلم عنها، وفي عندنا سي دي 8. بس انا قصدي بس تعرفوا انه في انواع واشكال من الخلايا، اللي كل خليه لها وظيفه في مرحله معينه، ما هو شيء كده اعتباطي. طبعا تفاعل المضاد، هذا تفاعل الجسم المضاد مع الانتيجين، قلنا احنا الانتيجين ايش هو؟ عفوا، الانتيجين اللي هو اي جسم غريب عن جسمي، اي جسم غريب عن جسمي بينتج في النهايه العمليه المناعيه دي، بينتج عنها جسم مضاد. هنا عمليه التفاعل، فاكرين لما قلت لكم المفتاح والقفل، المفتاح عفوا والباب، فهي بالضبط بيطلع جسم مضاد بيمشي بالضبط على شكل الانتيجين. يعني شوفوا دحين مثلا لو اوريكم هنا، شايفين هذه مثلا بكتيريا، هذه بكتيريا، البكتيريا دي شايله العلامات حقتها، هذه زي ما تقول هويه البكتيريا، الانتيجان، كل بكتيريا لها هويه، كل بكتيريا لها هويه مختلفه عن البكتيريا الثانيه. يعني البكتيريا مثلا لامراض الجهاز الهضمي غير البكتيريا لامراض الجهاز التنفسي، غير لكل شيء. فكل هويه، الهويه دي كيف تجي؟ عن طريق هذه الانتيجينات. يعني شايفين كيف الاشكال، هذا بس رسم تقريبي. فجسمنا لما يتعرف عليها اللي هي الخلايا التائيه او الماكروفاجز او الابتلاعيه، يتعرف عليها يقوم يرسل على طول سيجنال للتي اللي هي الخلايا التائيه، وبعدين التي اللي هذه التائيه تساعد الخلايا البائيه ان هي تفرز الجسم الاجسام المضاده فتروح تشبك فيه. الاجسام المضاده يا ترى هل هي واحد نوع؟ لا، طيب، هي عباره عن 5 انواع من الاجسام المضاده، ما هي نوع واحد. الـ5 انواع دي حسب حده المرض، يعني زي مثلا الاي جي اي، هذه مثلا اكثر شيء في الحساسيه نلاقيها عاليه، الاي جي اي حنتكلم عنها في امراض الجهاز التنفسي، الاي جي ام هذا في بدايه المرض الميكروب، الاي جي جي في الامراض المزمنه. يعني زي انا مثلا تخصصي في المستشفى، لما يطلبوا مثلا يقول لك نبغى نعرف هل المرض ده جديد ولا جاله من اول ولا من متى موجود عنده، بنطلب تحليل، التحليل ده بيقيس لنا كم كميه الاي جي ام وكم كمية الاي جي جي. لو كان الاي جي جي عالي نقول لا والله المرض ده ليه مثلا فترة، وكل مرض ترى ليه فترة زمنية معينة، يعني ملاريا غير مثلا فيروس غير اي حاجة تانية، كل فاحنا طبعا ليه يعني في ليها ارشادات. بس هي الفكرة مثلا اي جي ام عادة، حتى الاي جي ام بعض الاحيان بيطول في مرض اكثر من مرض تاني،
الاي جي ام دائما بيكون في المرحله المتقدمه من المرض، والاي جي جي في المرحله المتاخره من المرض. طيب هذه هي العملية مرة ثانية. احنا قلنا انه تيجي الاجسام المناعية تبدأ بالماكروفاجز اللي هي الخلايا الابتلاعية، وتبدأ تتعرف على هذا الانتيجين، تبدأ ترسل اشارات انه يلا جيبوا الجيوش الثانية، فتبدأ تاخذ الانتيجين زي ما شايفين كده وتروح توريه للتي سيلز اللي هي الخلايا التائية. التي سيلز طبعا لها انواع، احنا قلنا اول نوع يتحرك اللي يسموه الخلايا التائية المساعدة اللي هي التي هيلبر. التي هيلبر تروح تكلم التي كيلر، يعني انه استعدي ترى احنا يعني خليكي جاهزه عشان انا حروح للبي ببساطه كده، وحقول لهم بسرعه بسرعه روحوا سووا اجسام مضاده، وروحوا بسرعه سووا ابداوا عاملوا مذاكره وابداوا اللي هي الليمفوسايتس اللي يسموها كلها الليمفوسايتس او الخلايا الليمفاويه. فكل هذه يعني عمليه كلها مترتبه خطوه بعد خطوه خطوه بعد خطوه، فلو ما ظبط الخطوات الاولى ما حتبدا تظبط الخطوات اللي بعد كده. خلينا مثلا نتكلم على مستوى الرياضي، لما يصير الواحد بيلعب التمرين، طيب طبعا بيحصل بعض الحين تهتك في اللي هو المايكرو فيلمنتس او الفايبرز اللي هي في بعض الانسجه او الخيوط العضليه. طيب فبيصير يعني مو لازم انا نخبط عشان يصير الموضوع ده، لا حتى في خلال التمرين، فهذا بينشط اللي هي الخلايا اللي هي الماكروفاجز اللي هي الخلايا عفوا اللي بتبلع. بعد كده دي الخلايا بتفرز مواد، شايفين مكتوب اللي هو تي ان اف والاي ال، هذه كلها مواد الالتهاب اللي هي تحتوي ليش؟ عشان تبدا ترسل اشارات للجهاز العصبي للكبد. تخيلوا الكبد بيحفز عشان يخليه يعمل عمليه ايش اللي هي الجلوكونيوجينيسيس، اللي هو عشان نجيب اللي هو نحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم. بعد كده كمان خلايا طبعا المناعيه اللي هي يصير فيه التهاب، ويصير بعد كده كمان لما يشيل بعد كده تتنشط اللي هي الخلايا المثبطه اللي يسموها تي سبريسور، بتحتوي هذا الدمج اللي حصل نتيجه تهتك بعض الالياف العضليه. فبس نبغى نعرف هنا انه طبعا في سلسله من التفاعلات بتكون تحصل حتى من خلال التمرين، كل الاجهزه دي بتخش معانا في السلسله هذه. نيجي للكورونا. طبعا لحد الان قلنا ما في لقاح مثبت ضد فيروس الكورونا، طبعا في ابحاث كثيره جدا حاليا بالنسبه للكورونا. ليش اخذوا الوقت هذا كله؟ انا متوقع انه هذا السؤال يعني اول شيء حيطرى عليكم، لانه عشان الاقي لقاح انا اول شيء لازم اضمن انه هو امن، يعني هذا اللقاح ما يسبب يعني في كده زي ما يقولوا ارشادات عالميه لاي لقاح في الكون سواء كان كورونا او غير كورونا. اي لقاح عشان اعتمده لازم تسوي عليه تجارب، التجارب دي لازم تاخذ وقت، ممكن التجارب دي تاخذ اوقات، وحتشوفوا دحين اذا ان شاء الله اشتغل الفيديو انه في كان لقاح احتاج ياخذ 5 سنين قبل ما يعتمدوه. ليش احتاج هذا الوقت؟ اول حاجه اتاكد انه انا لما اجي اعمل التجارب طبعا حتعمل في البدايه على حيوانات، فبالتالي الاستجابه مو لازم تكون نفسها هي نفس الانسان، هذا واحد. رقم اثنين اتاكد انه هو امن، يعني مو يصلح لي ناحيه ويخرب لي ناحيه ثانيه. طيب الثلاثة إنه هو ما يسبب إنه الجهاز المناعي يصير له لخبطة وينتج أجسام مضادة لا تلائم هذا الفيروس. يعني هو ممكن يستجيب، بس هل يا ترى الشفرة تتفق مع الشفرة؟ افتكروها دائما بحكاية المفتاح والباب، يعني فدي لازم عشان أعرف إيش هو الباب الملائم للمفتاح، دي بحد ذاتها تحتاج تجارب وتجارب وتجارب. فما هي عملية سهلة إنه يلا نطلع تطعيم. وبعدين قلت لكم التطعيم نوع، في تطعيم اللي هو قلت انه احنا ندي للانسان هذا الجسم المضاد، طيب وفي تطعيم اني انا اعطي الفيروس مضاعف. طيب هذا تطعيم يعني زي تطعيم الانفلونزا، ليه ما ينفع مع كورونا؟ اول شيء لانه فصيله، الانفلونزا فصيله هي ده فيروس وده فيروس بس فصيلتين مختلفه. طيب ثاني حاجه متى اعتمد تطعيم الانفلونزا؟ لما تاكدوا انه احنا على مدى سنه كامله حقنا الفيروس ده يعني مقتول، يكون مقتول او يكون مضاعف. ايش مضاعف؟ يعني اضافوا له مواد كيماويه في المختبر عشان ما يصير نشيط، يكون ضعيف جدا، يدوب انه بس مجرد ما يخش الجسم يبدا يعمل يدي اللي هو زي ما تقولي اشاره للجهاز المناعي انه يلا روح طلع اجسام مضاده. طب يا ترى الكورونا كفيروس بشفره جينيه مختلفه تماما عن الانفلونزا، يا ترى هل حيعطي نفس النتيجه ولا لا؟ فعشان اجاوب على ده السؤال يحتاج فعلا تجارب كثير وتكرار للتجربة، مو بس التجربة، تجربة وتكرار للتجربة، والتأكد من أنه فعلا الاستجابة. يعني إحنا دائما نقول لما نعمل تجربة لازم أتأكد أنه
التجربة دي أعيدها أكثر من 200,000 مرة عشان تعطيني نفس الاستجابة. لو كانت الاستجابات مختلفة معناته التجربة دي فاشلة. فهذا يفسر ليش إحنا نحتاج فعلا مجهود مو طبيعي عشان ننتج تطعيم زي التطعيم، نقول والله يلا يا جماعة أبدأ أستخدم تطعيم الكورونا. فهذا يفسر السبب. الآن في فيديو أرجو إنه إن شاء الله ما أعرف يعني اشتغل. عن الكورونا. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious viral infection that attacks primarily your throat and lungs. What actually happens in your body when you contract the coronavirus? What exactly causes your body to develop pneumonia? And how would a vaccine work? In order to reproduce, let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. شايفين كيف الفيروس نشيط؟ provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, شفت كل where فيروس it takes over the cell's internal machinery, وليه هوية. Repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in دخل contact الجسم. With cells in your throat, nose, هذه and الخلايا lungs. شفتوا هذه واحدة من الحماية One spike اللي هي زي ال عارفين زي ما بنقول زي الفرشة اللي هي بتحاول تحتوي الفيروس like بس لو ما قدرت This action allows the virus to get تخش inside your cell. A typical flu virus would travel inside a cell made from your cell membrane والكورونا. To your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. A packaging structure in your cell then carries the spikes in vesicles, which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gather just beneath your cell's membrane. Then, a new virus begins to bud off from the cell's membrane. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe. شوفوا كيف إنه الأعراض مو بسبب الفيروس فقط. انتبهوا دحين شوفوا الأعراض اللي بتيجي للناس اللي عندهم كورونا مو بس بسبب الفيروس. Your airways and alveoli are flexible and springy. When you breathe in, each air sac inflates. هذه طبعاً الفيصلات الهوائية. هذا الطبيعي ها؟ الطبيعي. Small blood vessels called capillaries اللي هي الشعيرات الدموية. Oxygen from the air you breathe passes into your capillaries. شوف كيف عملية اللي هو ترشيح الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون. So that your lungs can get rid of it when you exhale. يصير عملية تبادل غازات. Your airways catch most germs in the mucus that lines your trachea, bronchi, and bronchioles. In a healthy body, hair-like cilia lining the tubes. شايفين هذه اللي هي زي الفرشة. هذا جهاز طبيعي. هذا اللي هو اسمه فاكرين قلنا المبطنة. هذه كده. Normally, cells of your immune system attack viruses and germs that make it past your mucus and cilia and enter your alveoli. However, if your immune system is weakened, like in the case of a coronavirus infection, the virus can overwhelm your immune cells and your bronchioles and alveoli become inflamed as your immune system attacks the multiplying viruses. The inflammation can cause your alveoli to fill with fluid, making it difficult for your body to get the oxygen it needs.
you could develop lobar pneumonia, التهاب رئوي. One lobe of your lungs is affected. في واحدة من الفصل. You could have bronchopneumonia that affects many areas of both. بعد كده ينتشر. Pneumonia may cause difficulty breathing, chest pain, coughing, fever, chills, confusion, headache, muscle pain, and fatigue. It can also lead to more serious complications. Respiratory failure occurs when your breathing becomes so difficult that you need a machine called a ventilator to help you breathe. These are the machines that save lives and that medical device companies currently ramp up production for. Whether you would develop these symptoms depends on a lot of factors, such as your age and whether you already have an existing condition. While this all sounds scary, push to develop a coronavirus vaccine is at high speed. Studies of other coronaviruses led most researchers to assume that people who have recovered from a SARS-CoV-2 infection could be protected from reinfection for a period of time. But that assumption needs to be backed by empirical evidence, and some studies suggest otherwise. There are several different approaches for a potential vaccine against the coronavirus. The basic idea is that you would get a shot that contains faint versions of the virus. The vaccine would expose your body to a version of the virus that is too weak to cause infection, but just strong enough to stimulate the immune response. With a few weeks, cells in your immune system would make markers called antibodies, which would be specific for only the coronavirus or specifically its spike protein. Antibodies then attach to the virus and prevent it from attaching to your cells. Your immune system then responds to signals for the antibodies by consuming and destroying the clumps of viruses. If you then catch the real virus at a later stage, your body would recognize it and destroy it. In other words, your immune system is now primed. Collecting evidence on whether this will be possible, safe, and effective is part of what's taking researchers so long to develop a vaccine. It's a race against time to develop a vaccine amid a pandemic. Each step in vaccine development usually takes months, if not years. An Ebola vaccine broke records by being ready in 5 years. The hope here is to develop one for the new coronavirus in a record-breaking 12 to 18 months. يعني إن الطبيعي يكون من 12 ل 18 شهر يدوب عشان نطلع الفاكسين. طبعاً هذا أفضل حماية. أسفة. طيب خلصنا كده. تكلمنا عن اللي هو مكونات الجهاز المناعي وتكلمنا عن وظائف الجهاز المناعي. دي بنتكلم عن محفزات الجهاز المناعي. لكن خلينا كده نجاوب على بعض الأسئلة اللي جات. أول سؤال: هل يمكن تفسير أن نسبة إصابة الأطفال أقل من الكبار في فيروس كورونا بسبب قوة الغدة الزعترية عندهم مقارنة بالكبار؟ هذه واحدة من النظريات اللي شرحت إنه ليش الأطفال الصغار في الأزمة كورونا ما جاهم تعرض. هذه واحدة من النظريات لأنه عندهم، إحنا قلنا الغدة الثيموسية عندهم هي الخلايا التائية هذه تنضج في الغدة الثيموسية. هذا واحد تفسير. التفسير الثاني، لما شفنا الفيديو شفتوا كيف إنه الفيروس لما بيجي عند الأغشية أول ما بيوصل الرئة بيروح يحط على مستقبلات، يعني نفس الأنسجة في الرئة قبل، يعني قبل ما يخش في الخلية هو لازم في مستقبلات يسموهم، يعني زي ما يقولوا بوابات. البوابات هذه بالإنجليزي اسمها ACE2. أنا ما بدي أخش لكم في التفاصيل، بس لقوا إنه هذه البوابات موجودة في الكبار أكثر من الصغار، يعني فبالتالي الترحيب باستقبال الفيروس عند الكبار أكثر، والترحيب أكثر عند الكبار اللي عندهم أمراض مزمنة. وهذا يفسر ليش إنه هو أكثر حاجة في الفئة العمرية اللي هي فوق يعني 30 وما فوق، وبالذات الناس اللي هم عندهم سكر وضغط، اللي هم عندهم أمراض مزمنة وقلب وكده، الفئة السائدة، لأنه لقوا إنه عندهم هذه اللي يسموها الريسبتورز أو المستقبلات في رئتهم أكثر من اللي هم الأطفال أو اللي هم صغار السن أو الأصحاء. هذا مو معناته إنه ما يجي، ما إحنا نعرف في حالات جات لأطفال قليل وجات كمان حالات لأصحاء، ولكن هي مجرد يعني نظريات تفسر ليش هي أكثر في المجموعة دي. طيب السؤال الثاني، إنه بعض النظريات العلمية ترى أن التطعيمات تضعف المناعة المكتسبة بطريقة طبيعية، فما رأيك؟ وما ارتبط هذه النظريات بنظرية مناعة القطيع؟ أنا مع وضد، يعني أنا
أنا ما يعني أفتكر نفسي لما رحت كندا عام 2001 كنت جدا مستغربة إنه في شريحة كبيرة من الأمهات كانوا يرفضوا يطعموا أطفالهم، يعني تقول لك لا أنا مؤمنة إني أنا أقدر أدي أعطي الطفل هذا المناعة الطبيعية. ولكن سؤالي، هذه الأم اللي قالت الكلام ده ترى هي على تغذية سليمة وبتعمل رياضة، يعني ما نقدر نقارن نفسنا نقول لا والله أنا حأوفر للطفل كل الأشياء الطبيعية وأنا أساسا يكون نمط حياتي وأسلوبي غلط، لا نوم صحيح ولا حنيجي للكلام ده كله بعدين في الجهاز المناعي، بس دي ترى كل دي عوامل لا يمكن تجاهلها، لا يمكن تجاهلها. فحتى بعض النظريات قالت انه ارتفاع نسبة الـ يعني انا بقول مع وضد، انه ارتفاع نسبة الحساسية في الاطفال جزء منها نتيجة التطعيمات لانه فيها مواد حافظة من ضمنها الزئبق والاشياء دي، وبدأت الشركات تصنع تطعيمات ما فيها الزئبق. فبالنسبة لي انا يعني انا بتابع في ابحاث تقول ايوه وفي ابحاث تقول لا. ما ارتبط هذه النظريات بنظرية مناعة القطيع. مناعة القطيع عارفين يعني زي ايه؟ فاكرين لما كان يجي حصبة ولا يجي عنقز ويقول لك يلا كله يتحط مع بعضه؟ عشان انا يعني اؤيدها بصراحة، بس مش في كل الامراض. يعني فعلا يعني اهل اول ما كان لا عندهم مثلا تحليل دم ولا شيء، بس فعلا ممكن تحصل، بس انا ما اقدر اعممها لكل الامراض. فكل مرض عن مرض ثاني يختلف من حيث اللي هو الاستجابة لمناعة القطيع اللي حضرتك ذكرتها. شكرا دكتور رمزي على أسئلتك جميلة جدا. طيب نيجي السؤال اللي بعده، متى يحدث اختلال في وظيفة المسح المناعي؟ هذه حنتكلم عنها لما نتكلم عن أنماط الحياة، عن السلوكيات اللي هي تصعب أو تعزز. يعني دحين حتكلم على محفزات الجهاز المناعي، فببساطة وأنا بتكلم العكس هو اللي هو حيكون مثبط للجهاز المناعي. طيب وهل هناك خارجية مساعدة لتكميل هذه الوظيفة عند ضعفها كالحجامة النووية التي تعمل على التخلص من كريات الدم الهرمة والشوارد الحرة إلى آخ؟ ما عندي إجابة للسؤال ده، أعذرني دكتور، يعني ما عندي لها تفسير. هل ممكن مساعدات خارجية؟ أكيد طبعا في مساعدات خارجية، بس ما أعرف إذا كانت هل الحجامة علاقتها بتعزيز المناعة لها دور ولا لا. طبعا كلنا نقول إن الحجامة بيخرج فيها الدم الهرم أو الدم الشوارد الحرة، الشوارد الحرة اللي هي يسموها السيتوكاينز أعتقد، أيوة ناسي اسمها بالعربي، بس الشوارد الحرة أعتقد هي السيتوكاينز، أيوة. فدي بيكون يحتاج إنه صراحة أنا عن نفسي ما عندي جواب ليها. هل يمكن تفسير نسبة إصابة الأطفال أقل من الكبار بفيروس كورونا؟ هذه تكلمنا عنها. بعدين يقال المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وكما ذكرتم أن الأمعاء والبكتيريا النافعة من خط الدفاع الأول، فهل هذا يفسر أن الأمراض الكبيرة وخاصة عند حصول ما يسمى بتهتك جدار المعدة أو رشح الأمعاء سببها الأمعاء؟ وهل المضادات الحيوية على سبيل المثال خاصة في مراحل مبكرة من العمر لفترة طويلة لها دور كبير في تخريب الأمعاء والبكتيريا النافعة؟ في حاجة اسمها بالإنجليزي بايرس باتشز، أو اللي هي أنا ما أعرف، بس هي عبارة زي حكاية الغدد الليمفاوية. هذه البايرس باتشز هي عبارة عن محطات للجهاز المناعي تبطن الأمعاء الدقيقة، حتى انه قيل يعني من اللي سبحان الله كده يعني من ايام الميديكال سكول او في هذا، انه 70% يعني يصل الى حد 70% من محتوى الجهاز المناعي تخيلوا بيكون موجود في هذه البايرس باتشز اللي يسموها في اللي هي موجوده في بطانه الامعاء. فنعم ممكن كثير امراض، وفعلا انا يعني هنا اقول لك ايوه انه كثير راس الداء والحميه يعني راس الدواء. فطبعا البكتيريا النافعه، وهذا يفسر ليش الناس اللي دائما بياخذوا مضادات حيويه عمال على بطال. وانا الان يعني احيي وزاره الصحه ان هي فعلا عملت يعني بصرامه عقوبه للي هو بيصرف مضاد حيوي من غير سبب، ده فعلا بيقتل الخلايا الحميده وبيسبب كمان ايش، تكون في بكتيريا موجوده تتكاثر يعني موجوده تتكاثر وتسبب مشاكل ثانيه من ضمنها مو بس الاسهال. ممكن في ناس يعني انا افتكر انه في شخص قاعد على مضاد حيوي فتره مره طويله فحصل تكاثر، انه التوازن في البكتيريا الحميده يختل. يعني هي مو بس انها تقضي على البكتيريا الحميده، التوازن في هذه البكتيريا يختل، فيصير في بكتيريا معينه اسمها سي ديف، هذه البكتيريا تتزايد وتتكاثر وممكن تؤدي الى عوارض ضخيمه. يعني انا افتكر في مريض والله ما انسى، افتكر شفته في يوم، ثاني يوم ما لقيته على سرير، رحت قالوا لي هو في العناية المركزة. ليه؟ والله دي سي ديف
تكاثرت وعملت التهاب حاد في الأمعاء، أدى إلى أنه هو استؤصلت الأمعاء، يعني أخذوه على العمليات وبعد كده على العناية المركزة لأنه هو عنده سكر، فتم استئصال حجم كبير من أمعائه. فلا نتساهل في حكاية أخذ المضادات الحيوية عما على بطال، ما ينفع. بغض النظر مراحل مبكرة من العمر أو متأخرة، أخذ مضاد حيوي من غير داعي ما ينفع. السؤال اللي بعده، الحساسية تعتبر من الأمراض الشائعة جدا اليوم وخاصة عند الأطفال، فهل مسبباتها خارجية أم داخلية؟ الاثنين، الاثنين خارجي وداخلي. وبعدين حتكلم في آخر اللقاء على استراتيجيات، من مهم جدا في استراتيجيات اللي هي نعمل توازن ما بين الداخل والخارج، وهل الكورتيزونات المعطلة لجهاز المناعة والمستخدمة حاليا في معالجة التحسس تضعف المناعة؟ نعم نعم، الاستيرويدز تضعف المناعة. هل ضعف أو نزول عدد الصفائح الدموية خاصة عند الكبار سببها خلل في الجهاز المناعي؟ جزء منها نعم. وما هي أهم أسباب نزول عدد هذه الصفائح؟ أسباب مرة عديدة، أسباب برضو نفس الشيء داخلية وخارجية، ممكن تكون وراثية، وبعض الحين تكون وراثية لكن ما تظهر إلا في سن متأخر. ترى الوراثي مش لازم في أول سنين العمر، تظهر سبحان الله نتيجة المحفزات الخارجية، تكون عارفين زي ما تقول شفرة وفكيتها، فنحط هذا برضو الشيء في بالنا. ممكن تكون أدوية، يعني في كثير ناس بياخذوا أدوية ضغط وسكر وما عارفين إنه واحدة من الأعراض الجانبية لهذه الأدوية هو إن هي تسبب تخثر الدم أو السيولة في الدم. هل التمرين ذات الشدة المرتفعة تسهم في ضعف جهاز المناعة؟ هذا حيجي إن شاء الله في السلايدات القادمة. شكرا على هذا السؤال. نعم نعم نعم، هنشرحها. هل تمزق العضلة عند التمرين من غير ألم ينتج مع كل تمرين؟ إحنا ما نقول تمزق عضلة، ولكن يسموها مايكرو تروما، يعني خطة إحنا ما بنحس فيها، هي الفايبرز اللي هي الألياف العضلية اللي يعني مش لازم تمزق عضلي، لا، ألياف بسيطة مهما كان إيش ما كانت التمارين، مدام إنها هي من متوسطة لشديدة، إلا ما يكون في ألياف بسيطة ممكن أن يحصل لها تهتك بسيط. طيب حتى لو ما في ألم، حتى لو ما في ألم يحصل. طيب فيروس كورونا هل فعلا ينتقل عن طريق الأكياس تبع سوبر ماركت؟ ممكن، لأن الفيروس هذا زي ما قلنا، أنا مثلا خليني أقول لكم، أنا عطست على الكيس، رحت قضيت وعطست على الكيس، ولا قدر مثلا يكون عندي كورونا، بعدين جيت جاء مثلا ابني ولا العامل المنزلي أخذت الكيس ده، طبعا هي لمسته وراحت بعد كده حكت خشمها جاها الكورونا. فنعم، مو بس الأكياس، ترى أي شيء. هقول لكم دحين إيش أكثر حاجتين يعني تنزل فيها البكتيريا والفيروسات هذه. طيب هل هناك أصوات عديدة علمية وطبية عالمية مفادة أن فيروس كورونا هو فيروس مصنع معمليا وهو ما يزيد من صعوبة التعامل معه؟ وهناك معلومات محدثة أن الفيروس قد لا يكون تأثيره فقط على الجهاز الدوري التنفسي، طيب بل يتجاوز كفاءة القلب وغير ذلك. أول حاجة، مصنع معمليا أنا ما أقدر أجزم، لأن هي كلها نظريات، بالنسبة لي أنا لا أجزم بذلك. بالنسبة لحكاية تأثيره، طبعا حتى لقوا أنه حتى يعني بدلالة أنه لقوا أنه من أعراضه أنه ممكن يسوي إسهال، إسهال يعمل صداع، يعني هو معناته مو بس في الجهاز الدوري التنفسي، لا يتجاوز على، ليش؟ عارفين ليه؟ لأنه هذا من 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 يعني كل هذه الفيروس لما ينتشر ينتشر في جميع الأجزاء، بس هو مدخل وبوابته في الجهاز التنفسي وتركيزه في الجهاز التنفسي أكثر شيء، بس هذا لا يعني أنه هو ما يروح للأعضاء الثانية. هل يوجد تمارين تقوية الجهاز التنفسي وآخر للمناعة؟ ممكن الاثنين يندمجوا مع بعض إذا إحنا عملنا تمارين هوائية ومقاومة مع بعض. هل الأطفال الخدج مناعتهم قوية؟ لا، ما تكون مناعتهم زي اللي هو كامل النمو، ما تكون، عشان كده ما بيحطوهم في حضانة. يعني ليه؟ لأن أنا بحط له فيزيكال بارير أو بحط له حاجز فيزيائي بالإضافة إلى جسمه. ليه؟ لأنه جسمهم بيكون جدا رقيق. شفتوا كيف يعني سبحان الله، اليوم قاعد أكتب امتنانات للجلد، هذا الجلد عنده وظائف جميلة جدا وكثيرة، من ضمنها اللي هي المناعة هذه، فالخدج ما بتكون مناعتهم قوية. عند الكبار من أين يأتي الأجسام المضادة؟ من أي غدة؟ من الغدد الليمفاوية اللي هي البائية. إحنا فاكرين الرسمة حقت الخلايا، فقلنا في بائية وفي بائية، فهذه البائية. من له الدور الأكبر في رفع جهاز المناعة؟ الرياضة أم الغذاء الصحي؟ هجاوب على هذا السؤال من خلال السلايدات الجاية. طيب إحنا وصلنا، حضر أوقف كده عشان في كمان يعني إن شاء الله أكمل الحوار بعد كده، أو الأسئلة نكملها بعدين، تمام؟ طيب محفزات الجهاز المناعي، أول شيء أول محفز زي ما جبنا حكاية الأكياس حقة الكورونا، غسل اليد. فليش؟ لما جو سووا دراسات شوفوا أكثر مكان فيه له الجراثيم،
تخيلوا فين؟ مقابض عربات التسوق وقوائم المنيوز في الطعام. فهمتوا ليش أول شيء تدخل كان من وزارة الصحة إنهم هم قفلوا المطاعم؟ مش قفلوها، إنه ما صار في أحد يقعد يأكل. عرفتوا ليه؟ لأنه لما جاءوا عملوا دراسات، إيش يعني إيش دراسات؟ يعني أخذوا مسحة قطنية، أخذوا وضح قطنية من مقابض عربات التسوق، اللي مثلا أجي أنا أدف العربية في السوبر ماركت، ويجي بعدي واحد يدف العربية وبعدي يدف عربية، أو صوروا اللي هو المينيو، المينيو لما أنا قوائم الطعام أنا أمسك ويتاني يجي واحد تاني يمسك ويجي واحد ثالث يمسك. فهذا خلانا يعني ندرك الآن، يعني الناس في البداية غضبت وليش وإيش فيها وما يأثر. يا جماعة ترى دراسات عالمية بتقول فعلا إنه لما جو عملوا المسحات من هدول المكانين بالذات كان أكثر يعني تكثف للفيروس والبكتيريات في هذه المكانين. فلكم تتخيلوا هذه الأشياء إحنا ما بنشوفها من رحمة الله، إنه ما تخيلوا كنا إحنا نقدر نشوف الفيروس والبكتيريا، ما كنا نقدر نعيش، ما كنا نقدر نعيش. فهذا أول شيء اللي هو محفز. المحفز الثاني إني أنا فاكرين لما قلنا إحنا في المناعة الفطرية أو الإنات أو خط الدفاع الأول، قلنا إنه إحنا البول مهم لإخراج السموم، صح ولا لا؟ آخر سطر كان في سلايد. وبالتالي لازم أنا أشرب موية كفاية عشان أحفز الجهاز المناعي، وهذا جدا مهم. يعني أنا بعض الأحيان أقول الكبار في السن ليه جاتهم كورونا؟ لأنه ما بيشربوا موية كفاية. ما تتخيلوا شرب الموية الكافي ترى مرة مهم إنه يحفز الجهاز المناعي. فدي مرة نقطة مهمة. اللي سألني سؤال عن الرياضة وعن الأكل أقول له الموية تحفز، لأنه تخرج السموم. أنا أحتاج أخرج سموم، ليه؟ السموم دي لما أخرجها أنا بأحمي جهازي المناعي، مو بس عشان أحمي أعضائي. أقول لهم أنتوا كمان اشتغلوا، يصير أنا كمان ما أسمم الخلايا اللي في جسمي، مو بس الكلى، لا هي قاعدة في جسمي، فأنا لازم أخرجها أول بأول. الشيء الثالث عندنا اللي هو النوم الكافي. طيب الناس اللي هي هذه دراسة في مجلة اسمها سليب عام 2015 قالت إنه الناس اللي ناموا أقل من 5 ساعات في اليوم عندهم تقريبا 5 أضعاف احتمالات الإصابة بالبرد من اللي ناموا أكثر من 7 ساعات. ليش؟ لأنه النوم طبعا كلنا عارفين في هرمونات خاصة خلال النوم بتفرز بتساعد على تجديد النظام الحيوي. عندنا بعد كده طبعا التوتر ينشر طبعا عن طريق الكورتيزول، هرمون الكورتيزول. الهرمون ده اسمه هرمون التوتر، يعني يعزز حدوث الالتهاب في الجسم. يعني هو بيساعد على انه الكورونا وغير الكورونا تنتشر. لما انا اكون عايشه في توتر زي دحين، الناس اللي بتتوتر وكل يوم بتشوف كم عدد الحالات، انا ما بقول لا تكوني ابديتد ولا تكون لك ما تشوف شيء او تسك عينك ولا ما تشوف، ولكن يكون في حكمه. اوكي في تزايد في الحالات، التزايد هذا انا اختار اني اتوتر، وفيني اختار اني انا احفز الجهاز المناعي واوعي اللي حواليا سواء كانوا في البيت انه احنا ناخذ الاشياء الوقائيه ونلتزم فيها فعلا. يعني عاده شرب المويه من الليله ابدا انا انظم لي عاده اني مثلا اول ما افطر بعد الفطور يكون لتر من المويه ده مخلص في ظرف ساعتين مثلا. هذه اني احط خطه، هي خطه بسيطه بس مهمه، مهمه جدا. طيب الكورتيزول متى يزيد في الدم؟ هذا سؤال ليكم، متى يزيد الكورتيزول في الدم؟ لأنه هذا يأثر كثير على الجهاز المناعي، كثير كثير يأثر. فأنا مستنية إجابات، طبعا إجابات للكل، مستنية الإجابة من الكل. مهم نعرف متى يزيد في الدم عشان أنا أتجنب الأشياء اللي تزوده، لأنه هذا الكورتيزول لما يزيد ما تتخيلوا أكبر يعني من العوامل المهمة جدا في تخفيض المناعة. حتى عارفين ايش اسمه الثاني؟ هو والانترفيرون اسمه، والابنفرين عفوا والادرينالين، اسمهم هرمونات الجهد لانها بتجهد نفسيا وجسديا. هي طبعا تفرز من الغدد الفقذريه او الكظريه اللي هي يزيد الكورتيزول متى؟ اثناء التوتر. هذه اجابه جميله تمام. ايش في كمان؟ هل في حالات تانية يزيد فيها الكورتيزول؟ قلة النوم، برافو. يعني اليوم نظبط نومنا، ها؟ مو أقل من 5 ساعات. شفتوا الناس اللي أقل من 5 ساعات الإصابة بالزكمة مو بس زكمة وغير زكمة. يعني حطوا بالكم ترى الناس ممكن اللي جاتهم كورونا ولو تيجي رجعوا لحياتهم هي نفسي تكون في دراسة، صدقوني حتلاقوا نومهم مو مظبوط. ازدياد ضغط الدم مثال يزيد وعدم التوازن في جهد الإنسان. نعم في غيره عشان أحطها دحين. نعم عدم التوازن في جهد الإنسان أكيد، وهذه حنتكلم عنها. طيب
مهم جدا، مع طبعا مهم جدا عندنا، أن طبعا ذكرتوا أنتم جزاكم الله خير، هذه الأسباب. طيب مهم جدا اللي هو تمارين المجهدة اللي وراء بعض وراء بعض. طيب لما تكون حدة التمرين مرة عالية أو الشدة، مهم جدا عند انخفاض الكربوهيدرات، وهذه حتكلم عنها بعدين. الناس اللي بتعمل تمارين وما بتاخذ كربوهيدرات ترى لي علاقة، يعني أنتم عارفين قاعدين تبنوا من ناحية نسوي تمرين طيب، وفي نفس الوقت تاخذوا كورتيزول اللي هو يساعد على الالتهاب واللي هو هرمون الجهد، في حكاية اللي هي الجهد الرياضي العالي أو الأوفر تريننج. صح 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 مشاكل الغدة الكظرية، برافو. السكر طبعا، التوتر، يعني بوركتم ما شاء الله، إجابات جميلة. بس أنا حبيت إني أسأل الأسئلة ده، طبعا في أدوية معينة؟ أيوة طبعا تزود الكورتيزول في الدم. صحيح صحيح، إجاباتكم رائعة جدا. بس أنا أتعمد أحط اللي هو يعني تناول السكريات بكثرة، بس لأنه الناس الرياضيين بعض الأحيان ممكن يتغاضوا عن مسألة الكربوهيدرات، يعني بالذات الناس اللي هي عارفين إيش اللي بتنزل وزنها في الفيميلز، يعني بالذات الستات مثلا، فتتغاضى عن حكاية إن هي تأخذ كربوهيدرات قبل التمرين. ترى ممكن أنت مع التمرين يحصل انخفاض الكربوهيدرات، فأنت تصلح ناحية وتخبص ناحية ثانية، بيزيد الكورتيزول في الدم. هذه تكلمنا عنها، بس من ناحية المناعية إنه هو هرمون الإجهاد هذولا يخفض مستوى الخلايا الليمفاوية. إيش هي الخلايا الليمفاوية؟ اللي قلنا عليها التي والبي، اللي هي التائية والبائية، اللي واحدة منهم تنظم والثانية تطلع أجسام مضادة. كمان ارتفاع الكورتيزول يؤدي إلى انكماش الخلايا هذه وانكماش الغدة الثيموسية. عارفين إيه؟ يعني لو في طفل، ها أنا حطيته في ضغط دائما، الطفل ده مثلا خلينا نقول بنضرب دائما أمه وأبوه، ها عنده توتر، عنده ضغط، عنده الكورتيزول مرة عالي، يصير طيب يصير عنده انكماش في الغدة الثيموسية، ويصير عنده المناعة ضعيفة، ويبدأ تجي له التهابات، وناخده كل شوية عشان عنده لوز، وإحنا ما إحنا فاهمين ترى هذه اللوز اللي بتجي له ترى يا جماعة عشان الكورتيزول مرتفع، عشان الضغط النفسي اللي هو عايشه هذا الطفل. فدي نقطة جدا مهمة، وتخلينا تفسر لنا ليش بتحصل الأشياء دي في أوقات معينة. وارجع وأنا متأكد أنا بكلمكم وكل واحد يمكن ليه قصة أو شاف أحد ويربطوها بالأحداث، حتلاقوها إنها هي متماشية أو متوازية معهم. طيب محفزات الجهاز المناعي كمان، إحنا تكلمنا قلنا إنه الأمعاء اللي هي مضادات الأكسدة. المضادات الأكسدة مهمة جدا، ليه؟ لأنه لما يحصل أكسدة هذا بيعرقل عمل كريات الدم البيضاء، طيب وبيعرقل عمل كريات اللي هي الخلايا الليمفاوية اللي هي التي، اللي هي اللي قلنا عليها زي المكنسه اللي يسموها اللي هي سايتوتوكسيك والترميم. بالاضافه كمان انه الواحد لما يعني يعني بيحاول انه هو طبعا الطعام الصحي ومضادات الاكسده بتدي راحه للجسم كفايه، فبالتالي هي تؤثر على النوم. شايفين كيف؟ يعني الاكل مرتبط بالنوم، مرتبط ان الكورتيزول يكون في حاله مرتفعه. كل السدره يعني ترى كل سلسله ما نقدر نفصل ده لحاله عن ده، كله زي ما قلت اول هو نمط حياه، ما هو حاجة كده للحالة هذه الحالة دي الحالة. طبعا هنا بس تعداد من هي الأشياء اللي هو الأنتي أوكسيدنس اللي هي ما الأغذية دولة. البروبيوتكس هذه تلاقيها حبوب ممكن في الصيدلية، بعض الأحيان تكون شراب، بعض الأحيان يعني كل هذه مجموعة بكتيريا حية بتاخد من ضمن اللاكتوباسيلس والبيفيدوبكتيريا. فهذه ليش؟ لأن هي تساعد اللي هي زي الموجودة مثلا بعض الأحيان في اللبن، اللبن اسمه أكتيفيا أعتقد، أو مثلا عندنا اللي هو المخللات الملفوف. طيب فكل هذه البروبيوتكس اللي هي البكتيريا الحميدة، دي زي ما يقولوا على قولهم تدعم البكتيريا الحميدة اللي هي تعتبر جزء من الجهاز المناعي، واللي هي موجودة فين؟ في البايرس باتشيز اللي قلنا احنا في بطانة الأمعاء. طيب الاستحمام البارد والحال، يعني هذه حاجة حلوة، ممكن أنا أحفز الجهاز المناعي تبعي بإني أنا في نفس الدش أفتح حار وبارد، تتوقعوا ليش؟ يلا هذا سؤال ليكم، عشان هذه كلها ترى أنماط حياة. في أي إجابات؟ ما يعني كده بس في بالكم ليش الاستحمام بالماء البارد والحار أو الساخن، عفوا مش الحار، طبعا الساخن اللي هو الدافئ يعني كمان يكون يعني تغيير درجة الاستحمام تساعد، يعني هذه واحدة من النظريات اللي تكلمت كمحفز. طيب عشان الوقت، أول شيء الاستحمام بالماء الموية الباردة زي ما عارفين لما نقول ندي للجسم صدمة كده، فبالتالي ينتج الجسم
عدد اكبر من خلايا الدم البيضاء، يعني يحفز نخاع العظام انه يطلع كريات الدم البيضاء. طبعا رحله كريات الدم البيضاء عشان بس اقول لكم، هي تطلع تنتج من نخاع العظام زي ما قلت، وبعدين تاخذ لها رحله وتقعد تتركز فين؟ في المحطات الثانيه اللي هو الطحال والغدد الليمفاويه اللي هي من ضمنها اللوز، وبس ممكن بعدين كمان تكلمنا عن الغدد الثيموسيه اللي هي تكون في الاطفال. فهي دي المحطات الاساسيه، وطبعا عشان كده تقعد ايش دايره في الاوعيه. فلما ندي ميه بارده بعمل لها شوك كده، بفوقها يعني، بقول لها يلا قومي كده اتحركي، اعملي اوتو اميون سيرفيلانس بالمسح الميداني. المويه الدافيه طبعا يصير تمدد في الدوره في الاورده والشرايين، فيساعد على تدفق الدوره الدمويه، فبالتالي تدفقها في الانسجه من ضمنهم العضلات. يعني جميل جدا انه مثلا الواحد مثلا عمل له سيشن تريننج، بعد كده في نفس الدش سوي مويه حاره وبارده، جربوها. ليه؟ لانه زي ما قلنا انه طبعا يصير تهتك مره بسيط للالياف العضليه، فابغى مثلا اني ابدا مثلا ممكن بمويه دافيه عشان ايش؟ ابغى اوصل الدم لهذه المنطقه عشان يجيها ترميم سريع، ترميم سريع عشان الالتهاب ما ياخذ حده اكثر من اللازم. وبعد كده طبعا زي ما قلت لكم فيصير الاثنين مع بعض يعززوا الشيء كده. مع فيتامين د، دراسات قالت انه انخفاض مستواه في الدم مرتبط بعدوى الجهاز التنفسي، وهذه يعني حطوا تحت 500 الف خط، معظم شعبنا عنده انخفاض، بالذات السيدات انخفاض في مستوى فيتامين د، وهذا قد يكون يفسر ليش الكورونا وغير الكورونا عندنا مره مستواها، يعني ما اقول مستواها عالي بس انا اقول احد التفسير انه عندنا انخفاض في فيتامين د لانه ما متعرض للشمس. الزنك من الاشياء اللي تقوي المناعه، وحشرحها هنا في الرسمه دي. شوفوا فيتامين د، فاكرين دي الخلايا اللي تكلمنا عنها؟ شوفوا قديش بتحفز يعني كل العمليات الحيويه دي بتحفز، اللي هو هذه طبعا السي دي 4، هذه اللي هي الخلايا المساعده يسموها تي هيلبر، هذه اللي هي بتساعد تروح تقول للتي، هذول كلهم الجيوش اللي تروح تقول يعني التي هيلبر دي اللي هي الخليه المساعده تروح تقول للخلايا الليمفاويه الباقيه طلعي لي اجسام مضاده. فتخيلوا هي تحفز التي هيلبر، الماكروفاج اللي هي الخلايا الابتلاعيه اللي هي اول خليه في حلكات الهجوم في الجهاز المناعي، الدندريتك هذه برضو نفس الشيء من الخلايا اللي هي البالعه يسموها دندريتك، السيتوكاينز هذه اللي هي عباره عن بروتينات قلنا هي اللي يسموها اللي هي ما قبل الالتهاب وما بعد الالتهاب، هي اللي تساعد عمليه انه مثلا تدفق السوائل والاحمرار الجلد مثلا او احمرار العضو. فكل هذه لقوا انه في دراسات انه فيتامين د يحفزها. طيب الزنك اهو شايفين هنا الزنك، شفتوا فاكرين ديك الرسمه حقت الخلايا؟ فالزنك هنا، الزنك يساعد انه الخليه الجذعيه طيب تتطور وتصير البي سيلز اللي هي تطلع الاجسام المضاده، وكمان تساعد الاجسام الزنك يساعد انه الخليه الليمفاويه تروح للتي والبي، وفيتامين سي برضه نفس الشيء. فدي كلها نظريات تدعم اللي هو اهميه الزنك والفيتامين سي في تعزيز المناعه. طيب مهم جدا بالذات للسيدات ان انا ما انقص وزني سريع. ايش تعريف تنقص الوزن السريع؟ اني انا انقص اكثر من 1% من وزني كل اسبوع. كيف يعني؟ يعني لو انا وزني 100 المفروض، لو انا وزني 100 المفروض انقص 1 كيلو. لو زودت عن 1 كيلو هذا اقصى شيء، انا بقول اقصى شيء، يعني 500 ما في مشكله، 250 مو مشكله، بس المهم لا يزيد زياده نقصان، يعني لا يزيد معدل نقص الوزن عن 1% من وزن جسمي في كل اسبوع، لانه هذا الخساره السريعه تسوي يعني تثبيط للخلايا المناعيه التائيه. ايش هي التائيه؟ زي ما قلت لكم اللي هي تنظم عمليه المناعه، وطبعا التوقف عن التدخين. طيب هنيجي للاخر جزء، الاخر جزء ده هو حيكون معظم الويبينار عنه ان شاء الله، يا رب يكون في وقت واجاوب كمان اسئلتكم. اول حاجه في شيء اسمه علم اسمه اللي هو exercise immunology. exercise immunology يعني علم المناعة الرياضية أو علم الرياضة المناعية مثلا. العلم ده نشأ من متى؟ من عام 1900 لين الآن. طيب ما حتكلم كثير في تفاصيل، هو طبعا موجودة هنا تفاصيل كثيرة ما حتكلم فيها، بس هي الفكرة إنه هذا العلم نشأ نتيجة حاجتين. نتيجة اللي هو إنه بدأوا يلاحظوا إنه الناس اللي بيعملوا تمارين رياضية مجهدة مناعتهم كيف انعكست عن طريق اللي هي أمراض الجهاز التنفسي. يعني كان المحفز الأول للانتباه للعلاقة ما بين المناعة والرياضة هو إنهم بدأوا يلاحظوا إنه في التهاب أمراض الجهاز التنفسي العلوي الأكثر. فبدأ العلم ده من 1900. طيب بدأوا يدرسوا يجيبوا يعني يسووا تحاليل أو على اللي هم يشوفوا أنواع كريات الدم البيضاء اللي شفتوها في ذيك الرسمة الأولانية، نشوف أي نوع عالي أي نوع واطي. فهذه كانت في البداية. بعدين زي ما قلت لكم هنا بدا الموضوع هنا شيء في اللي هي حكايه اللي هي الاجهزه اللي
تساعد على التشخيص، جهاز اسمه فلو سيتومتري، وبعد كده على 1900 بدأت اللي هو يدخله العلم هذا كعلاقة ما بينه وما بين التغذية. يعني هل الرياضة مع المناعة مع التغذية هم في بينهم علاقة؟ هل الرياضة مع المناعة مع التقدم في العمر في بينهم علاقة؟ هل الرياضة مع المناعة مع الالتهاب واللي هي اللي يسموها inflammatory biomarkers في بينهم علاقة؟ جو من عام 2010، خلينا نتكلم هنا عام 1980 1984 بدأ الإيدز، فهذا كمان ساعد على الاهتمام بالعلم المناعة الرياضي. بس كده كده يعني ملاحظة كده على الجنب إنه ظهور الحالات هذه. طبعا الإيدز، الناس اللي عندهم الإيدز عادة بيكون عندهم الخلايا اللي هي تي هيلبر، اللي هي الاسم الثاني اللي هي CD4، هذه تكون ضعيفة. فبدأ إنه يهتموا بهذا العلم أكثر وأكثر. طيب من بعد كده اللي هو الآن صار مثلا إنه من عام 2010 لحد الآن صار في تطلعات أكثر إنه أربط العلم الرياضة بالمناعة بالأمراض المزمنة الأخرى عن طريق اللي هو التحليل الجيني وشيء اسمه مطياف الكتلة، اللي بالإنجليزي اسمه اللي هو الماس سبكترومتري. هذه بس عرفوها على أساس إنه إيش العالم بيصير فيه، يعني أنا كيف أعرف إذا مناعتي كويسة ولا ما هي كويسة. في هذا الجهاز اسمه ماس سبكترومتري أو مطياف الكتلة بيحلل، يعني هنا شوف لاحظوا المادة مثلا بيسحبوا دم، هنا بيسحبوا دم بيدخلوا، بعد كده بيتعرض لإلكترون، طيب الإلكترونات هذه تفكفك المادة، بيحصل لها زي عملية التبخر، بعدين يأخذوا الأيونات المادة دي المتبخرة يضيفوا لها أيونات، وبعد كده تصير قرايات. طب هذا الشيء هذا بس يقيسوا فيه إيه؟ عارفين إيش يقيسوا؟ يقيسوا أنا ماني عارفة اسمه بالعربي كثير، اللي سموه علم اللي هو اللي عنده كله على بعضه اسمه إنفوفورماتكس. بيقيسوا فيه مثلا تحليل الجزيئات من الدهون أو البروتينات أو الجلوكوز بعد التمرين، يمسكوا كل جزيء ولي زي ما تقولوا يعني نبضة طولية كده، يعني عارفين زي الرسمات، كل جزء لي اللي هي موجة مختلفة عن الثانية، ويبدأوا يعرفوا مثلا الباي برودكتس أو الميتابولايتس أو الناتج عملية التهديم الغذائي إيش بيكون. فهذه الدراسات بنيت على وجود أصلا كمان تشخيص متطور لكل الناتج عن أي تمرين سواء كان عالي الشدة أو قليل الشدة. طيب السؤال اللي سألني اللي هو في علاقة بين الرياضة ومناعة الجسم؟ نعم هناك علاقة طردية. طيب وهذه الدراسات لقوا إنه الناس اللي بتمارس رياضة تقريبا 5 مرات في الأسبوع بيكون معدل نزول إنه هم يصيبهم نزلة البرد أو الأبر ريسبيرتوري تراكت إنفكشن، أي حاجة فوق مستوى الحلق، يعني الحلق وما فوق، الخشم مثلا اللي هو نزلة البرد الحلق، فدي كلها لقوا إنه هو في هبوط بيحصل تقريبا لنصف المية. طيب ليش؟ لأن أول شيء تحسين دوران الخلايا، الرياضة لما أنا بلعب رياضة بحسن دوران، ما إحنا قلنا في عملية مسح ميداني. طب المسح الميداني كيف حيصير؟ بالحركة، لما أنا أتحرك يصير تدفق خلايا الدم البيضاء في السائل الليمفاوي أسرع. طيب فبالتالي المسح الميداني عندي أنا بعزز المسح الميداني اللي هي واحدة من 3 وظائف اللي تكلمنا عنها في الشريحة الثانية أو الثالثة، المسح الميداني. الثاني حاجة إنه ما يصير في تغيرات، يعني طبعا واحد لما بيلعب رياضة بترتفع درجة حرارة الجسم. طيب فبالتالي في يصير في عندنا اللي هو الارتفاع ده بيحفز الجهاز المناعي زي عملية السخونة. السخونة ليش بتجينا؟ بتجينا ترى هي السخونة لما بتجينا كوسيلة دفاعية، هي تعتبر سيجنال وسيلة دفاعية، عشان السخونة دي بتكون نتيجة انه انا ابغى مزيد من كريات الدم البيضاء تروح للمنطقة الملتهبة اللي فيها البكتيريا والفيروس. الشيء الثالث انه الرياضه لما انا بعملها بيصير، طبعا احنا قلنا انه لما نعمل رياضه الغده النخاميه بتفرز هرمونات السعاده من ضمنها اللي هو الاندورفينز، فده يساعد على انخفاض مستوى الضغط العصبي، فهذا السبب الثالث. السبب الرابع انه يساعد على تطوير الذاكره المناعيه، هذه حاجه مره مهمه، يعني حطوا في بالكم الناس الرياضيه اللي بيسووا رياضه، طيب ممكن هم يحفزوا الذاكره المناعيه بالذات مثلا لو انا مثلا في دي المرحله مرحله الكورونا، فده يحفز. عشان كده قال لك ما ادوك جواب واضح، لما احد سالهم يسالك يقول لك مثلا اللي جاته كورونا جينه مره ثانيه يعتمد على حسب هو مستواه المناعي، ما عندنا اجابه لانه الفيروس جديد، بس اللي نعرفه انه الرياضه على الاقل حتطور الذاكره المناعيه سواء كان لكورونا او لغير الكورونا. طيب التمارين الرياضيه طبعا لما يزيد عدد مدرب ضربات القلب يكون مره عاليه توصل ممكن ل 150، طيب فبالتالي عمليه الاكسده للخلايا بتقل. الحين عملية الأكسدة تطلع خلايا مؤكسدة، الخلايا المؤكسدة هذه مضرة ما هي مفيدة، فبالتالي يقل من عملية الأكسدة.
الشيء الثالث طبعا في تمارين معينه زي المشي او الجري لما انا اعملها بالتالي بساعد على انه الدم ده يترفع من الموجود في القدم ويعاد ضخه للقلب، وبالتالي ارفع مستوى الاكسجين، والاكسجين طبعا لما يروح للخلايا بيعزز شغلها. لما اتكلم عن الاكسجين ترى بتكلم عن الاكسجين اللي بيروح للخلايا بما فيها الخلايا المناعيه، يعني تخيلوا انا بالرياضه بعزز الخلايا المناعيه وغير الخلايا المناعيه من خلال ان هي توصل لهم الاكسجين. طيب من ضمنها انه زي ما قلنا من ضمنها كمان خلايا الغده النخاميه، يعني انا بنشط الغده النخاميه لما انا بلعب رياضه وبالتالي هرمون السعاده، وهذا يفسر ليش انا بحس نفسي مبسوطه بعد ما العب تمرين. فضلات الجسم طبعا مع الحركه، ليش؟ لانه مو بس ثاني اكسيد الكربون، ترى حتى الامعاء لما انا بعمل رياضه بتتحرك الامعاء، فهذا يساعد على التخلص من فضلات الجسم على شكل بول، على شكل براز، على شكل ثاني اكسيد الكربون. الخلايا الجذعيه برضو تتنشط، يعني لقوا انه الناس اللي يلعبوا رياضه نسبه الخلايا الجذعيه، ايش هي الخلايا الجذعيه اللي قلنا عليها موجوده في نخاع العظام الاحمر، واللي هي المصنع الاساسي لكل الخلايا اللي بتكون الجيش تبع الجهاز المناعي. فيصير نسبة الخلايا الجذعية بالذات إنه كمان كمية الأكسجين بتوصلها بطريقة أفضل، فيصير حتى الشيخوخة للخلايا الجذعية دي بتكون يعني متأخرة. تدفق السوائل في الجهاز الليمفاوي هتتكلمت عنها. طيب طبعا في أكثر من بحث لقيت إنه رياضة السباحة on the top في رفع المناعة، هي كلها مفيدة بس لقيت إنه رياضة السباحة مفيدة جدا، يعني فيها ميزه رياضه السباحه، الواحد لما بيسبح ما بيعرق صح ولا لا؟ فبالتالي في حفاظ على السوائل الموجوده في الجسم، الحفاظ على السوائل ايش معناته؟ معناته المسح الميداني شغال كويس، لانه المسح الميداني فين بيكون؟ بيكون في السائل الليمفاوي اللي هي موجوده في الاوعيه الليمفاويه اللي هي الشبكه ديك. فنتذكر اليوم لو اليوم نطلع من ده كله انه نزبط شرب المويه حيحسن ان انا اخرج الفضلات، حيحسن ان المسح الميداني للجهاز المناعي عبر كل الجسم يشتغل 100%، ما يصير ضعيف او ثقيل او لزج بزياده لانه ما في سوائل. طيب العلاقه كمان انه لقوا الناس الكبار في السن طبيعي جدا انه نظام المناعه يقل سنويا بنسبه 2-3%، ده طبيعي. هذا جدا ترى مهم لما احنا نجي نتكلم، مثلا لو جاني عندي واحد شخص كبير في السن يبغى يتدرب، فأنا عشان أحفزه للتدريب أقول له يا عمي أو يا عمتي أنت الحين أنا يعني جدا سعيدة أنك أنت بدأت تأخذي منحة مختلف، مش بس عشان مفاصلك ولا لأنهم طبعا إحنا نسألهم يعني إيش اللي جابك، فتقول لك مثلا ركبتي ولا ظهري ولا شيء، ترى أنت بتعزز نظام المناعة، لأنه هذا الوقت أصلا طبيعي في العالم كله نظام المناعة بيقل في الناس اللي هم يبدأ من بعد العشرينيات. تخيلوا من بعد العشرينيات تبدأ نظام المناعة يقل، فعشان كده هم أكبر يعني إصابة مو بس للعدوى حتى السرطان لأنه الجهاز المناعي قل. طيب ففي دراسة عام 2018 قبل سنتين إنه الناس اللي بيسووا رياضة وهم كبار في السن ما يصير عندهم تدهور، بالذات لما ياخذوا تطعيمات الموصى بها عند الحاجة. كيف يعني؟ يعني إنسان خلينا نقول مثلا مدخن، كان يدخن سنين 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 سنين، بعدين صار عنده التهاب رئوي مزمن، التهاب رئوي ما له علاقة بالبكتيريا، يعني حصله زي التليف في أنسجة الرئة، وبعدين قال لا انا خلاص ابطل التدخين وابغى اخذ مستوى حياه معين، فبدا انه هو يمارس الرياضه، بس هو برضو عشان عنده تليف في الرئه بيجي له دائما التهاب رئوي. تليف في الرئه معناته الافرازات المخاطيه اللي في الرئه يعني مستنقعه، فده هذول المجموعه من الناس مثلا اللي يكون عنده او انسان مثلا عنده ربو مزمن او كذا بيكون عندهم تطعيمات زياده عن الثانيين، في تطعيم حق اللي هو النيمونيا او تطعيم الالتهاب الرئوي. فهذا الانسان لما يجيني أقوم أقول له أنت كمان لما تسوي رياضة ومعطط بالذات قبل التطعيم هذا حيحفز مناعتك أكثر وأكثر. يعني دائما خلونا يعني نبشر إنه أنت اللي بتعمله ترى مو شيء سهل، ترى أنت مرة بتعمل حاجة مرة كويسة بدليل إنه أنت ما بتعمل عشان حاجة واحدة، أنت بتعمل عشان حاجة دي وعشان الحاجة دي وعشان حاجة دي وعشان حاجة دي، فيصير العمل الواحد ترى أنت بتعمل أكثر من حاجة لها أثر ومردود مو بس على الجهاز المناعي وإنما عليك أنت ككل. بالنسبة للسرطان لقوا إنه أكثر نسبة سرطان القولون وسرطان الثدي بيقل، انخفاض احتماليته تصل من 30-50%. فهذه معلومة جدا مهمة كتعزيز للجهاز المناعي. هذه دراسة لما جيت الحين حتكلم على 3 دراسات. الدراسة هذه الأولى العربية جميلة جدا، مع إنه العدد اللي عملوا عليه الدراسة هو أستاذ اسمه أحمد الندى. الدراسة دي اتعملت 2014 في جامعة طنطا، بس انا عجبتني جدا. ليه؟ لانه ما شاء الله المراجع عنده 121 مرجع، 58 منها بالعربي مع شرح، ومراجع اجنبيه، وكانت مرتبه الدراسه.
الدراسة كانت أنشئت على الناشئين اللي هم في الفصل اللي هو الموسم يعني رياضة كرة القدم كانت أكثر حاجة. فاللي حصل إنه إيش اللي عملوا؟ خليني أقول لكم شيء النتيجة إنه لقى علاقة طردية بين شدة وحجم التدريب وبين الاستجابة المناعية جسم. كيف يعني؟ إيش اللي سواه؟ الدراسات أول شيء يعني في المراجع تبعته لقى إنه في طبعاً علاقة إنه هرمونات الإجهاد اللي هي الكورتيزون والأدرينالين تضبط المناعة وتضبط السيتوكينات. السيتوكينات اللي هي يسموها اللي هي عارفين زي الصفيرة، يعني صفيرة اللي بتقول ترى ألحقوا هنا في بكتيريا، هنا في مدريبها اسمها هو سيتوكينات، هي عبارة عن بروتينات في الدم. مثلا لقى دراسة تانية إنه نفس الشيء، الناس اللي بتدربوا تدريب زيادة بيكون عندهم أمراض الجهاز التنفسي مرة عالية. فقال لك طب احنا ليه ما نسوي رياضه، يعني ليه ما نسوي، وهذه برضه دراسه ثالثه، نفس الشيء التدريبات الهوائيه لفتره طويله تاثر على الخلايا الليمفاويه اللي هي البائيه والتائيه. نفس الشيء برضه دراسه ثالثه كمان في 2005 انه 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 نسبه الخلايا انه جري الحر الماراثونز او التدريبات الهوائيه عموما بترفع نسبه الخلايا الليمفاويه اللي معناته كلها بتعزز المناعه. فعمل استماره، هذه هي الاستماره بحيث انه هو يوحد كل اللي حيعملهم الدراسه، الاسم والطول والوزن والمستوى الناشئين والعمر. حاول طبعا يكون، طبعا لازم مهم الكشف الكلينيكي انه يكون سليم، يعني ما اخذوا ناس مصابين على اساس انهم هم يتساووا كلهم في المعطيات. عمل 4 مراحل قياسيه، قياس اول، قياس ثاني، قياس ثالث، قياس رابع، اللي هي المرحله الاعداد العام، بعدين الاعداد الخاص، بعدين ما قبل المنافسه، بعدين ما بعد المنافسه. وما بين كل مرحلة ومرحلة كان مثلاً حدود 20 يوم، شهر، شهرين، 20 يوم، شهر، شهرين، زي كده. الدراسة دي كانت في عام 2013-2014. وإيش اللي في الجنب هذه؟ هذه فاكرين رسمة الكريات الدم البيضاء أنواعها؟ لما قلت لكم فيه نيوتروفيل وليمفوسايتس وإيزينوفيل، وكل نوع هو عبارة عن كل واحد له وظيفة مختلفة، فهو كان يسحب الدم منهم ويروح يقيسه في المختبر. إيش اللي لقى؟ شوف هذه فترة المراحل الأربعة اللي هي الإعداد العام والإعداد الخاص من قبل المنافسة. لقى أول شيء ارتفاع في كريات الدم البيضاء، ارتفاع في كريات الدم البيضاء بالذات في دي الفترة اللي هي فترة مين؟ ما قبل المنافسة بدأت فيه يصير ارتفاع. طيب ارتفعت أكثر شيء هذه بعدين النيتروفيلز. مين النيتروفيلز؟ هذا أول جيش، هو والماكروفاجز. لاحظ أنه يكون عندهم دائما ارتفاع في البداية، إذا معناته في 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 ارتفاع في الكريات الدم البيضاء في فترة المنافسة. لكن هي الفكرة، هل يهمني هذا الشيء؟ هل أنا أبغى ارتفاع كل كريات الدم البيضاء في الأولى؟ لا، اللي يهمني هذولا اللي هم الليمفوسايتس في فترة الإجهاد أو المنافسة العالية. الليمفوسايتس اللي هي الخلايا التائية والبائية، دائما احفظوها، الليمفوسايتس اللي هي التائية والبائية اللي هي تشكل تقريبا 30%، واللي هي تسوي ذاكره، يعني هي بتطلع اجسام مضاده وبتسوي ذاكره وبتفرز الليمفوكاينز اللي قلت لكم اللي هي الصفيرات. لقى انه الليمفوسايتس بتنخفض، بمعنى اخر كرات الدم البيضاء عموما بترتفع، عموما بترتفع، واكثر شيء ارتفع النيتروفيلز. النيتروفيلز هذه هي زي ما تقول البوابه الاولى للهجوم. بس احنا ما نبغى بس الهجوم، ما نبغى كمان يكون في عندنا جسم مضاد يحارب بعد كده. طب افرض هجمت وما قدرت توقف، دخلت في الدم وراحت، الليمفوسايتس ما هي شغالة، ليه؟ عددها ووظيفتها قلوا. ففي فترة ما قبل المنافسة والمنافسة قلت الليمفوسايتس. هذا إيش يدل؟ إنه الجهد ممكن يأثر على يعني الرياضة، قصدي تأثر على مستوى المناعة. نشوف. فهذه هي الاستنتاجيات إنه هو اللي لقاها، إنه هذه مجموعة، إنه المجمل أنا ما حقدر أقرأها كلها عشان الوقت، لكن المجمل إنه لها تأثير. لا تأثير إنه ما هو طردي، وإنما قد يكون تأثير عكسي في حالة الإجهاد. طيب التأثير هذا قديش مدته؟ لقى لاحظوا ممكن ساعات وممكن لعدة أيام. طيب إذا معناته قال بعد كده نعمل دراسات نشوف أعمار مختلفة، رياضات مختلفة، يعني هذول كانوا كلهم كرة قدم، استجابات مناعية مختلفة، يعني مثلا ممكن نقيس قياسات تانية، هل في أشياء تانية يسموها اللي هي الماركرز نقدر نقيسها في الجهاز المناعي تساعد على تعزيز النظرية أو عدم تعزيزها. فكان حاط هذه التوصية بالنسبة للناس اللي هم على المنافسات أو الأولمبيكس مثلاً، إنه مرة مهم نهتم بشدة التدريب، فترة التدريب، حالة البيئة المحيطة. هذا الإنسان هل بينام لوحده، بينام مع مجموعة، بيسهر ما بيسهر، هل البيئة المحيطة بتساعد على إنه ينظم نومه مثلاً، ينظم أكله، وإنه لو دخل هذا الإنسان في حالة بطولة بتكون 6 وحدات تدريبية. طيب كل وحدة منها تكون شدة، يعني تكون وحدتين ذات شدة قصوى اللي هي بتكون اللي هو الشدة العالية، أو إنها تكون 1 قصوى و5 وحدات تدريبية مختلفة الشدة في الناس اللي هم في مستوى أقل.
طيب هذه برضو دراسة ثانية من في طهران في إيران، جميلة جدا برضو. أتكلم عن أشياء مختلفة، يعني كيف أن التمرين المجهد يأثر على المناعة. فيقول لك يعني أن الرياضي لما يجهد نفسه، إيش اللي حيصير؟ لا أوتوماتيك من غير ما يشعر حيبدأ يتنفس من فمه بدل ما يتنفس من أنفه، فبالتالي الهواء اللي داخل معاه جزيئات ضارة، ما فيها رطوبة، في جفاف، فما في مثلا المخاط اللي في الأنف والمسالك الأنفية اللي هي جيوب الأنفية عفوا ما هي موجودة. فده كله ممكن يدخل اللي هو هواء غير منقى، فممكن يأثر التمرين من ناحية اللي هو الجهاز اللي هو المناعي، خط الدفاع الأول يعني من بدايتها زي ما يقولوا. هذه نقطة. النقطة الثانية، تمرين مجهد وفي وقت حار حار حار، وتمرين مجهد، ما فاكرين ما قلت لكم حركة الأمعاء تكون بزيادة، فبالتالي ممكن تتأدي إلى دخول سموم البكتيريا للدم بسهولة، يصير من خلال جدار الأمعاء. النظرية الثالثة إنه الحركة دي، طبعا إحنا قلنا فاكرين ما قلنا الأكسجين يروح لكريات للنخاع العظام، فممكن هذا الشيء يحفز إنه كريات الدم البيضاء تخرج غير مكتملة النمو للدورة الدموية، لأنه صار في تنشيط بزيادة لنخاع العظام. الحاجه الثالثه اللي هي اتكلمنا عليها اللي شر عفوا اللي هي الشردات الحره، هي دي اللي هي راديكلز، فري راديكلز، هذه اللي هي ضد الاكسده، تكون نشيطه لكن عمرها قصير، فدي ما هي حاجه كويسه. كيف يعني ما هي حاجه كويسه؟ يعني ممكن تحبط الجهاز المناعي. في حالات التمرين المجهد بيصير انه يعني تزيد نسبه الفري راديكلز هذه. هبوط في مستوى الجلوتامين مما يؤدي الى انخفاض المناعه. الجلوتامين اكيد سمعتوا عنه، هو عباره عن امينو اسيد او بروتين. مثلا طبعا البروتين يتكون من وحدات اسمها امينو اسيد. الجلوتامين ده ايش بيساعد؟ خلينا نتكلم عن الشردات الحره. هنا شوفوا طبيعي انا لازم اعيش في حاله توازن ما بين خروج اللي هو مضادات الاكسده وما بين الشوارد الحره هذه. طيب لما يكون عندنا ستريس يصير في عمليه اوكسيديشن، بتصير عمليه اكسده مره عاليه. طيب فهذه تترجح، فدي ما منها يعني مضره تماما، لانها بتحبط هذا الانتي اوكسيدنس والفري راديكلز دي اللي هي من ضمن الاكسجين، عارفين زي المشع، مو المشع يعني هو حاله ايونيه بس يكون نشاط على الفاضي، خلينا نتكلم كده بالبلدي، نشاطها على الفاضي، ما هي قصيره العمر ونشاطها على الفاضي وتضر بالانسجه، فدي نحتاج نتخلص منها مع التمرين المجهد. تزيد الفري راديكلز هذه، ما يصير عملية اللي هو التخلص، عشان كده الناس ياخذوا انتي اوكسيدنتس، لان المفروض انا اكون في حاله اتزان، هذا هو الطبيعي. طيب الجلوتامين اللي تكلمنا عنه فين اهميته؟ شوفوا هنا في الجلوتامين، اذا فاكرين طبعا كلنا يمكن او معظمنا عارفين انه في عندنا اللي هو الايروبيك جلايكوليسيس، طيب والانتاج الطاقه، بس الفكره انه الجلوتامين يخرج في عمليه اللي هي السايكل هذه اللي جوه الخليه في الميتوكوندريا، اللي كمرحلة مهمة في عملية إنتاج الطاقة. فعشان كده إنه هو التمرين المجهد ممكن يحبط أو يضبط الجلوتامين ده، وبالتالي إنتاج الطاقة يقل. طيب عندنا سيتوكاينات حد تكلمنا عنها، اللي هي بتكون بروتينات زي ما قلت أنا، الصفيرة اللي بتقول للبكتيريا تعالي ترى فينا التهاب. فمنهم في منهم ما قبل الالتهاب وفي منهم ما بعد الالتهاب أو مضاد للالتهاب. طيب هذه مجموعه ودي مجموعه. طيب بس ابغاكم تفتكروا هذا الاي ال 6، هذا مضاد للالتهاب اللي بعدين حتكلم عنه. هنا لما انا اجي اعمل تمرين مجهد احنا متفقين انه يطلع الكورتيزول اكثر شيء والابينفرين والادرينالين. طيب باش ادخلكم في دي، بس انه الفكره انه طبعا ايش حينتج عنه؟ تبدا يصير في خلل في خلايا الوظائف المناعيه. طيب تبدا الخلايا التائيه والبائيه يصير لها خلل، وبالتالي الالتهاب يزيد، وهذا بالتالي يسوي انه ويصير عندنا مشكله في الالتهاب اللي هو طبعا الالتهابات من ضمنها الالتهابات الفيروسيه. فاكرين لما تكلمنا عن الاجسام المضاده وقلنا هي 5 انواع، واحده من الاشياء اللي مره منتشره في العالم تحليل عن طريق اللي هو اللعاب يشوفوا فيه الجسم المضاد. فاكرين قلنا 5 انواع من ضمنها الاي جي اي، فالاميونوجلوبولين اللي هو سليباري اميونوجلوبولين الاي جي اي تكلمت عنه، لانه التمرين المجهد يقلل من إفراز الأجسام المضادة ومن أهمها الـ IgA. الـ IgA هذا من فين يطلع؟ يطلع في بطانة الأجهزة التنفسية بداية من اللعاب، يعني حتى اللعاب من اللعاب ونازل. طب إحنا من فين نحصل من نفس اللعاب بيقيسوا هذا التحليل؟ طب.
شوفوا كيف يسووا التحليل ده، ما شاء الله سلسكم ومناخراتكم في نادي رياض يعملوا التحليل. الجهاز هذا بنضغط عليه بيقيس حق الحاجتين الـ IDA والـ Cortisol. يعطينا قراءة قيمة قيمة. وبعد الـ Cortisol 4.5. فهذه بس فكرة التست هذا بيسبوه بعض الأحيان عشان يعرفوا إذا هذا الإنسان بيعمل تمرين مجهد ولا لا، لأنه إذا التمارين مجهدة هيحصل إنه إيش اللي هيحصل؟ هيحصل إنه هنلاقي الـ IGA معدله أقل من الطبيعي والكورتيزول أعلى من الطبيعي، فهنا ساعتها يسووا له خطة تدريبية مختلفة مهمة جدا. طيب إحنا تكلمنا عن الخلايا التائية إنه في منها مضبطة وفي منها مساعدة اللي هي CD4 والCD8، فلازم النسبة الطبيعية إن تكون طبعاً المساعدة أكثر من المثبطة. يعني المثبطة متى تيجي؟ لما خلاص جسم يحارب يعني يقول وقف عشان لا يدمر نفسه، فتقوم النسبة دي تكون ثابتة. طيب في حالة التمارين المجهدة يحصل خلل في النسبة هذه، فلما يصير في خلل حتى يصير العوامل اللي تساعد على الالتهاب اللي هي سيتوكاينات، طيب تتلخبط أنشطة الخلايا الابتلاعية اللي هي الماكروفاجس تتلخبط، وبالتالي حتى كمان الناتشورال كيلر أو الخلايا القاتلة ما تأدي وظيفتها. هذه برضه كده دراسة، فقالوا إنه الناس اللي مدة تمرينهم يكون أقل من ساعة ممكن يحصل ارتفاع في الخلايا التائية، النسبة ما تكون عالية، يعني النسبة تكون من 40% ل 100%، بعد كده حتنخفض. يعني شوفوا هنا هذه اللي هي الخلايا الأجسام المضادة، طيب ثلاث الخطوط اللي هي طالعه نازله دي اجسام المضاده، بس شوف لاحظوا ترتفع بعدين يحصل لها هبوط مفاجئ، فكلنا ما زود التمرين يصير ارتفاع حاد وهبوط حاد اللي هي في السي دي اللي هي التي والبي، شايفين؟ فيصير ارتفاع حاد وهبوط حاد، هذه يصير يعني عارفين عمليه اللي يسموها ديس ريجوليشن، يصير اللي هي ما هي عمليه سموث او عمليه بخطوات زي نقول هارموني يعني منسجمه، فيصير فيه ارتفاع حاد وهبوط حاد، هذا بحد ذاته بيلخبط الجهاز المناعي. طيب أكثر من ساعة كمان الكورتيزول بيساعد على الحركة هذه، إنه يصير فيه صعود مفاجئ وهبوط مفاجئ للخلايا التائية والبائية. هذه برضها في نظرية اسمها النافذة المفتوحة. إيش يعني النافذة المفتوحة؟ لو لاحظتوا هنا على اليسار الرسمة في بيتكلم عن اللي هو المناعة والتمرين. التمرين أنا حامل في البداية يعني هذا الإميون ستيميوليشن الفوق اللي هو الخط اللي فوق، هذه التمارين الرياضية الهيفي 3 ساعات وما فوق، المودريت اللي هي من 30 ل 45 دقيقة. طيب اللي بيحصل زي ما قلنا إن المناعة بترتفع في البداية، لأنه بيصير أول شيء طبعا كرة الدم البيضاء ولا يعني كله بيرسل الجيوش حقته، بس بعد كده بيحصل هبوط مرة مفاجئ. الهبوط هذا هو المشكلة، إنه أكون أنا في مرحلة الويندو بيريود أو الأوبن اللي هي الأوبن ويندو، لقوها أكثر شيء كمان بالناس اللي هم يكون، فعشان كده بتكون تصاب العدوى دائما بعد الجهد في الفترة هذه اللي هي من 3 ل 27 ساعة بعد الإجهاد. هذه أكثر فترة بتصير فيها اللي هي الأمراض. لقوا كمان بالذات الناس اللي هم عندهم الربو، فهذول في الفترة حقتهم يكون عنده ربو ويروح يسوي لك تمرين مرة مجهد، تعال شوفوا بعد من خلال 3 أيام اللي بعدها ممكن يكون عرضة إنه يجيله التهاب في الحلق أو زكمة أو لوز. معظم الدراسات كانت تتم على اللي هو الجهاز التنفسي. هذه نفس الشيء، يعني هذا بيفسر يعني في التمارين اللي هي متوسطة الشدة شوفوا بيحصل طلوع ونزول طلوع ونزول خلاص، لكن هنا شوفوا بيحصل طلوع ونزول بس ما بيحصل طلوع، بيصير كده في فترة لاجينج يعني زي ما يقولوا كده ياخذ وقت مره طويل عشان يطلع مره ثانيه، اللي هو خلايا، انا بتكلم على خلايا الجهاز المناعي كوظيفه وكعدد. يعني عشان كده احنا مو بس يهمنا العدد، يهمنا الوظيفه،
فلابد أنه أكثر بيأثر على الحاجتين كعدد وكوظيفة. هذا برا يوضح الفرق ما بين أني لو أنا أعمل تمارين منتظمة بتوقيت منتظم وبين أني أنا أعمل وراء بعض وراء بعض وراء بعض زي دول الناس اللي هم دائما مثلا من بطولة لبطولة من منافسة لمنافسة دائما تمارين عالية الشدة. فدول التمارين مرة عالية الشدة دائما هم عرضة لحاجة اسمها الأوبن ويندو. هذه نظرية برضه مهمة جدا نفس الفكرة. شوفوا لاحظوا نحين هنا هذه النظرية تكلمت على اللي هو زي ما قلنا التهابات الجهاز التنفسي العلوي يعني الزكمة الكحة اللي هي العلوي، ما بتكلم عن النيمونيا أو الالتهاب الرئوي السفلي، لا العلوي. فلقوا إنه الناس هنا قسمهم ثلاثة مجموعات، الناس اللي مرة ما بتعمل رياضة والناس اللي بتعمل رياضة متوسطة والناس اللي بيعمل رياضة شديدة. تخيلوا الناس اللي بيعمل رياضة شديدة اللي هم بيرهقوا نفسهم معدل الإصابة بالأمراض الصدرية اللي هو العلوية أكثر من الناس اللي هم قاعدين كده على الكنبة ما يسوي شيء. فهذه كانت نظرية مرة معروفة، دي النظرية في يعني يا ريت ترجعوا لها، اسمها جي كيرف. النظرية هذه سموها جي كيرف. طيب بعد كده طبعا لما صارت هذه النظرية وانتشرت كثير صارت في دراسات، فبيقول لك طب الناس اللي هم النخبة اللي يسموهم طبعا هذه بس تشرح بالبرسنت نفس الشيء نفس النظريه انه 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 مع الرياضه المودريت التمارين المتوسطه بيصير انخفاض للمعدل الاصابه هذه اللي هي upper respiratory tract infection اللي هي معدل الاصابه بالامراض التنفسيه العلويه، بيحصل انخفاض عندهم من 40-50%، لكن هنا بيزيد من 2-6 مرات الضعف. فالهيفي اكزيرشن اللي هو الاجهاد الثقيل. طيب الناس اللي هم طبعا في عندهم التزام زي ما قلت لكم، كمان الفكره انه مو بس واحده مره اعمل تمرين متوسط الشده وبعدين طول الوقت اقعد في عالي الشده، لا تكون التزام فيها، هذه بيكون دائما تشافي فيها اعلى حتى كمان، يعني حتى لما يجيهم بتشافي اسرع. طيب جوا بعدين قالوا لك طب الناس اللي هم حقون الاولمبيات اللي هم يسموهم الاليت اثليت، الاليت اثليت لا يخضعوا لهذه القاعده. ليه؟ لانه جسم سبحان الله يكيف نفسه حسب انت ما تعطيه. هذولا هم اصلا اريد يدخلوا في برنامج، وبالتالي بيكون معدل اللي هو الاكسرسايز اوفرلود حقهم طبعا يعني هنا مثلا اللي هو الانفكشن، فزي ما قلنا طبعا هنا الانفكشن لو مودريت هاي والاليت، هذول اللي مره ما يتحركوا كثير يعني حرك يعني تمارينهم خفيفه، تمارين متوسطه من التمارين العاليه طبعا اكثر ناس هم دول اللي هم الاكسرشن. فدول الاليت معدل الاصابه عندهم اقل من دول، عشان كده سموه الاس كيرف. يعني هذه مرة مهمة في البطولات الرياضية إنه ما نعمم عليهم، لأنه لقوا إنه هذول الناس بيكون عندهم حاجة اسمها توليرنس، خلاص هم بيكون عندهم توليرنس لأنهم هم أريدي على برنامج تدريجي، برنامج مو بس تدريجي في الرياضة نفسها، حياة متكاملة حتكلم عنها في آخر السلايدات حقتي. هذه كانت نظرية قديمة بس حبيت أعرضها إنه ما في فرق، قالوا يعني إنه ما في فرق بين الناس اللي هي المجهد وغير المجهد، لكن الدراسات هذه كانت في ذاك الوقت زي ما قلت لكم ما كان في أجهزة تشخيصية تقول تقيس مثلا بالدقة كريات الدم الحمراء عفوا كريات الدم البيضاء الانفوماتكس البروتيوميك، يعني أشياء اللي هي الجزيئات التحليلية ما كان موجود، لأنه شوفوا الدراسة عن كم 1996 يعني فديبيتنج يعني كانت. فعشان كده لازم ناخذ هذه بالاعتبار مره مهمه، المعدل الاسبوعي، شده التمرين، نوع التمرين، كلها موجود الجهاز مو موجود، دي كلها معتبرات. انصح الجميع اللي عنده اهتمام يرجع للارتيكل هذا، الارتيكل ده مره جميل جدا يشرح كل حاجه، موجود اونلاين ببلشت في جريده يعني مجله جميله اسمها Journal of Sport and Health Sciences، مجله رائعه جدا صراحه. انا من الوقت الثاني اقرا فيها، ليه؟ لانها فيها ريفيوز، لما تبغى تعملوا حاجة تدور على حاجة اسمها كلمة ريفيو. ريفيو يعني ايه؟ يعني هي تاخذ لك كل الدراسات وتحط لك هي في هذا المقال، خلاص وانتهينا بدل ما انا اروح لهنا الحال ومن الحال. فده يمكن جامع له فوق يمكن 100 ريفيو بالراحة، يعني جامع له مرجعيات اكثر من 100. فالرياضة فالارتيكل ده بيتكلم عن 4 نقاط حمشي عليها سريع. بيقول لك اول حاجة، اول شيء حطوا مقياس، انا عشان اقول التمرين ده انه هو متوسط ولا عالي الشدة في عندنا معيارين، المعيار الأولاني مدة التمرين أقل شيء تكون 60%، وثاني حاجة طبعاً معظم الرياضيين هنا عارفين حاجة اسمها بي أو 2 ماكس والهارت ريت اللي هو ريزيرف، هذه بتكون أقل شيء 60% عشان بس كثريشولد. طيب كمقياس عشان على أساسه نخش في الدراسة أكثر. طيب فلما جو لقوا إنه الناس اللي هم بيعملوا تمارين أقل من ساعة بالذات لو كانت تمارين إيروبيك، طيب هذا الشيء بيحفز الأجسام المضادة،
بمعنى الناس اللي هي بس معتمدة تشيل أوزان، بتعمل لودينج، بتعمل إنديورنس بس من غير إيروبيكس، ترى مهم بالنسبة لهم إنه يعني لو على الأقل 10 دقائق يعمل إيروبيكس، لأن هذا بيحفز الأجسام المضادة. مو بس بيحفز الأجسام المضادة، بيحفز كمان الخلايا اللي ترمي من المكانس اللي هي تشيل اللي أي بعد أي بعد أي خاص ما ينتهي الصراع على قولهم تلملم وتنظف المكان. هذه جدا جدا مهمة، ترى هذا الشيء مرة مهم فعلا، يعني إننا إحنا نعمل عن يعني نفكر في الناحيتين. حتى كمان نفس الشيء لأن الوقت مو مرة طويل، أقل من ساعة، فبالتالي ما في خوف إنه الكورتيزون والأدرينالين يزيدوا أو السيتوكينات. طيب، فهذه نقطة خلاص تعلمنا دحين تحفيز المسح المناعي في تمارين. طبعا الأيروبيك أنا بسوي كارديو شوية، فالأيروبيك في تحريك للدورة الدموية، فأنا بحفز المسح المناعي. الحاجة الأخيرة إنه طبعاً في توازن دائماً، يعني بالذات لما نعملها على فترة طويلة، مو مثلاً واحدة مرة أسوي أيروبيك وأقعد نايمة 5 شهور أنا بس أشيل حديد وكذا، لا ألتزم أسوي ده الشيء وده الشيء مع بعض بحيث يكون في عملية توازن. هيكون في ارتفاع ولكن ارتفاع طفيف، وفي نفس الوقت ما يكون الالتهاب اللي ممكن يدمر. طيب، هذا الشيء بالذات ترى للناس المصابين بالسمنة والأمراض المزمنة، بمعنى إني أنا لما يجيني واحد مثلاً وزنه زيادة أو إنسان عنده أمراض سكر ضغط، مهم جدا اخش ادخل في التمرين تبعه ايروبيكس، لانه هذا يساعد على تحفيز المسح المناعي. تمام، مو بس عشان حرق دهون ولا بس عشان عضله القلب تقوى او عشان انا احفز الدوره الدمويه، حتى الجهاز المناعي حيصير فيه تحفيز. طيب، من ناحيه ايه افراز الاجسام المضاده، ومن ناحيه الاجسام اللي هي الخلايا التي اللي هي يسموها التي سبريسور او التي سايتوتوكسيك، المرممة، الخلايا، ايه وجهت الكلمة، المرممة عملية الترميم. هنا طبعا لقوا انه في علاقة تعاونية، يعني تبادل ما بين المناعة الفطرية اللي هي الإنات او الطبيعية اللي تكلمنا عنها اللي هي اول خط دفاعي، والمناعة المكتسبة والجهاز الدموي. فهي شايفين كيف عملية رايحة جاية مع بعض، فيصير تحسن في المسح المناعي. وهذا طبعا بتكلم عليه على الايروبيكس، انا بتكلم عن اكثر شيء، يعني انه على الاقل لازم يكون في التدريب حقي لو ان شاء الله 10 دقائق، هم قالوا أقل من ساعة بس ما حددوا قديش أقل شيء، بس على الأقل 10 دقائق لازم اللي هو إيروبيكس، أسوي تمارين كارديو غير الورم أب مالنا شغل، إحنا بنتكلم على الكارديو. كارديو إيروبيكس مهمة جدا، تساعد على تحفيز المسح المناعي. طيب، في التمارين اللي هو الاستمرار في التمارين متوسط شدة، إحنا عرفناه في البداية، هيكون في قلت لكم عليه شوفوه بعدين اللي هو الإنترليكون 6 هذا، وهذا يحسن عملية الميتابوليزم أو الأيض للدهون والجلوكوز. هذا واحد من السيتوكاينز اللي هي قلت لكم واحدة من اللي هي الأنتي إنفلاماتوري من مضادات الالتهاب، بس هو مو بس وظيفته إنه هو ضد الالتهاب، هو حيزيد لأنه طبعًا في متوسطة الشدة، ففي يكون في تهتب شوية لبعض الأنسجة العضلية فيفرز، لكن هو مو بس ضد الالتهاب. نحط في بالنا إنه لقوا دراسات إنه هو يساعد على اللي هو تكسر أو مو تكسر عملية الهدم والبناء للدهون والجلوكوز. الشيء الثاني إنه طبعًا زي ما قلنا إنه تكلمت عنها بالذات في كبار السن أو حتى كمان الأطفال، أنا عندي طفل بدي أطعمه خليه يسوي كم تمرين قبل ما يطعم عشان ده يساعد، ده أوغمنتيشن على قولهم يسندوا بعض. يعني الخلل المناعي الطفيف اللي يحصل بعد التمرين المجهد، طيب بالذات لما يكون ورا بعض، هذا ليه تأثيرات زي ما هي مذكورة وتكلمت عنها قبل كده. طبعاً لو كان المجهد وكمان فترة طويلة أكثر من ساعتين، تخيلوا لقوا إنه وإحنا قلنا في حاجة يسموها إنفو اللي هو يسموها اللي هي بالطيف اللي هو الماس سبكترومتري، لما جو سحبوا الدم من دول الناس اللي هم قاعدوا يتدربوا تدريب مجهد أكثر من ساعتين، لقوا أكثر من 300 مركب نتيجة اللي هو طبعاً الجلايكوجين يبدأ المخزون يقل، بس هذا يقل كيف؟ إنه هو يتحول لمركبات أكثر من 300 مركب. طيب، نتيجة انخفاض الجلايكوجين، ونفس الشيء مواد دهنية كلها إيش؟ تخيلوا إن هي مواد مؤكسدة اسمها اللي هي أوكسيليبيدز. فهذا برضو حاجة، يعني إحنا فاكرين ده الميزان اللي حاطينه، إحنا محتاجين نعيش حالة توازن ما بين الأنتي أوكسيدنتس وما بين الفري راديكلز أو الشوارد الحرة اللي هي مضادات، يعني لازم يكون إحنا في حالة توازن ما بين مضادات الأكسدة وما بين اللي هو الشوارد الحرة. فلما تخيلوا لما نعمل تمرين مجهد 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 مجهد، إيش حيصير؟ حتزيد هذا الاختلال ده، حيصير لا محالة. يعني برضو نفس الشيء بتنتج منها مو بس دهون ولكن برضو حتى بروتينية كلها، هذه أثر بطوع على استخدام الأكسجين. هذه دراسة حلوة
يعني شوفوا دول الماراثون رانرز، الناس اللي بيجروا في الماراثون والناس اللي بيمشوا. طيب لقوا دول طبعا دول اللي بيجروا في الماراثون يعني ما شاء الله ماراثون محترم 42 كيلو. طيب فلقوا انه هذه طبعا كلها فاكرين اللي هو الاي جي اي، وفي عندنا التي سيل فانكشن وظائف الخلايا التائيه وبالذات الناتشرال كيلر، وكل دي كلها اللي هي شوفوا يعني هنا طبعا الانفلاميشن او شيء بيصير التهاب، بعدين مع الالتهاب نفسه بيصير اللي هو الانيت اميونيتي والادابتيف اميونيتي. فلقوا انه انه في في الناس اللي بيجروا طيب هذه بتكون عندهم بتنقص بالماينس، لاحظوا بالماينس كلها، وكمان الالتهاب اللي هو انفلاميشن بيزيد بالزايد. هذه الهيفي اكزيرشن الناس اللي هم رياضه مره ورا بعض ورا بعض دائما يعني، مقارنه بالناس اللي بتمشي من 30 ل 45. احنا ما بنقول انه المشي احسن من الجري، ولكن هنا لانه مجهد، هنا عالي الشده، تصوروا 42 كيلو عالي الشده يعني بيكون، فده كله بيتاثر بنضرب. طيب كله بالماينس، وعلاوه على انه الالتهاب بيزيد، يعني مو بس كمان بنضرب المناعه الفطريه والمناعه المكتسبه، كمان حتى كمان لقوا انه الالتهاب بيزيد. هنا التقدم في العمر طبعا تكلمنا عنها، انه بتحفز المناعه. في الدراسه دي نفسها شافوا طبعا، انا ما حنقرا نفس الدراسات كلها، شوفوا دي كلها دراسات ما حاقرا لكم هي، بس اللي حابب يرجع للمقال اللي انا قلت لكم عليه، بس كلهم معظمهم كانوا اثليتس، يعني بس المختصر معظمهم كانوا اثليتس لانه هم اللي بيعملوا التمارين الحامية أو العالية الشدة، معظمهم مثلا ماراثون لانر، عندنا مثلا كومبيتيشنز منافسات بيكونوا مثلا سباحة، فكلهم هنا كلها نتائج قروها بعدين كده براحتكم إذا حابين الارتيكل تشوفوا نفس الشيء، هذه كلها مجموعة دراسات طبعا. طيب لقوا أكتر شيء بتكون يعني مثلا لو جبنا إحنا مجموعة عملوا دي التمارين، مين أكتر ناس بيصابوا؟ الفيميلز حتى لو كانت إليت. طيب الناس اللي هم بالذات بيعملوا الانديورنس، تمارين الانديورنس، فلو كانت فيميل انديورنس هذول اسوأ ناس كانت تجيهم. طبعا لما نقول اصابات الامراض معظمها كان زي ما قلت لكم مركزه على امراض الجهاز التنفسي، معظمها يعني لما عملوا دراسات معظمها على امراض الجهاز التنفسي. تدريبات مكثفه، تقلبات، هذه مره مهمه عشان الناس اللي بتعمل جدول للرياضيين، ترى ما ينفع نغير الجدول في يوم وليله، اللخبطات دي ترى ممكن تعمل ستريس وتعمل بالإضافة للستريس حق اللي هو الشدة العالية. السفر، الناس اللي بتعمل ما شاء الله منافسات وتسافر وتكون رحلتها قبل المنافسة بيوم يومين ما ينفع. قلة النوم والنظام الغذائي الملخبط، دي كلها عوامل تساعد على اللي هو حصول المرض بالذات اللي هو الأمراض التنفسية زي ما قلنا مع عالية الشدة. طيب المتوسطة، التمارين المتوسطة الشدة اللي هي هذه برضه نفس الشيء دراسات، قارنوا المتوسطة الشدة مع مين؟ مع الناس اللي ما يتحركوا. طيب فلقوا اللي هم الناس اللي هم لقوا طبعا انه المعدل اقل بكثير من الناس اللي ما يتحركوا، بمعدل من 34 عفوا من 43 الى 46، من 43 الى 46 يعني نسبة عالية جدا. مثلا واحد بيعمل تمارين متوسطة 5 مرات في الاسبوع مجرد عبارة عن تمارين حتى لو كانت هوائية 20 دقيقة مقارنة مع اللي ما يتحركوا، مقارنة هو أو يتحرك يوم واحد في الأسبوع، فلقوا النسبة إنه أقل في حصولهم على الأمراض بنسبة 43%. طيب جينا مثلا للناس اللي هم عندهم زيادة في الوزن والناس الرياضيين، لقوا إنه لما جو سحبوا الدم وقاسوا عنصرين، فاكرين ده اللي هو احنا قلنا مضاد للالتهاب وفي نفس الوقت يحفز على عملية الأيض في الجلوكوز والبروتين، فلقوا النسبة أعلى الناس زيادة الوزن. طيب وهذا السيري أكتف بروتين، هذا واحد من يسموها اللي هو إنفلاماتري ماركرز، يعني واحد من العلامات المميزة للالتهاب. لما احنا بالنسبة لنا مو بس لمرض بكتيري، يعني أي إنسان عنده التهاب، شك إنه عنده التهاب رئوي، عنده التهاب في المفاصل، نعمل السيري أكتف بروتين اسموه اللي هو انفلاماتوري ماركر، فلقوا اعلى في الناس اللي هم عندهم زياده في الوزن مقارنه بالناس اللي هم رياضيين. التوصيات طبعا هذه واحده من التوصيات اللي هو الحد المناسب للرياضه، فحسب الاعمار تلاقوها، بس انا حطيتها كده بس انتم يعني يو جو اند سيرش فور ات، بس ان دي توصيات لممارسه الرياضه. متى ممكن او هل ممكن يتدرب الرياضي اثناء المرض؟ لازم نفرق ما بين المرض، احنا قلنا ان معظم الدراسات اتعملت على جهاز التنفس العلوي. طيب فنعتمد احنا
فين في جهاز التنفس؟ التنفس العلوي هنا، بس خليني بسرعة كده أمشيها. أيوه، دحين لو كان أنا عملت رياضة وكان إيش اللي يحدد إذا عمل رياضة ولا رياضة، الالتهاب فين كان؟ فقالوا في كده شيك بوينت يسموها نيك تشيك. يعني إيه؟ يعني إذا كانت الأعراض فوق الرقبة، طيب، وما في تحت الرقبة، يعني ما في ألام عضلات، ما في سعال حاد، ما في مثلاً توعك، ما في إجهاد، ما في شيء، طيب، ممكن أسوي تدريب نصف الشدة اللي أنا متعودة عليها. يعني شوف الشدة تبعتك مدة 10 دقائق، إذا ما زالت الأعراض أستمر الجلسة على حسب ما أنا أقدر عليه. طيب، إذا كان لا، ترى مهم جدا إني أنا يعني كانت عندي أعراض، لا عندي صعوبة في التنفس، عندي سخونة، عندي كذا كذا كذا، لا هذا ممكن يؤدي إلى مشاكل. هذه هي ترى واحدة من المشاكل للناس اللي تدربوا أثناء المرض بتدريب شديد، هذا مهم. أنا أفتكر كانت في حالة اللي هو التهبت عضلة القلب نتيجة إصابته بفيروس كوكساكي فيروس، يعني هذه حالة أنا أعرفها، كوكساكي فيروس جاته، كان مصمم وراح الجيم وهو عنده التهاب رئوي وجاته يعني للأسف اعتلال في عضلة القلب. طبعا الغذاء يمكن ما حاتكلم فيها كثير، بس المكملات فين 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 خلينا أديها، لأنه في عندي كده أشياء تانية هتكلم عن الإرهاق، وأنه كيف الغذاء جدا مهم. فهذه المواد المهمة اللي إحنا لازم تكون موجودة في غذائنا، مهم جدا الجلوتامين اللي تكلمنا عنه. طيب، الكربوهيدرات طبعا يعني ينشط المناعه، ومهم قلنا ما يعني ما نربط يعني ربط انخفاض السكر في الدم، يساعد على افراز الكورتيزول، والعكس صحيح، علاقه تبادليه ترى، حتى لقوا دراسات انه انخفاض افراز الهرمون النمو. طيب هنا بس هذه دراسه برضو اتعملت، لقوا انه لما انا اخذ كربوهيدرات، طيب يعني قبل التمرين بزود طبعا اللي هو السيرم جلوكوز والفركتوز، وبالتالي يقل افراز الكورتيزون والابنفرين، وبالتالي يقل الانفلاميشن. عشان كده مره مهم ان انا اخذ كربوهيدرات قبل التمرين، او طبعا يورينج الاكسرسايز اللي هي السبورت ووتر اللي هي المشروبات الرياضيه. بس انا قصدي ليش مهمه هذه، واحده من الاشياء ان هي بتعزز مناعتي، هي مو بس عشان انا ادي جلوكوز لجسمي عشان العضله تشتغل ويكون مركز طاقه. الفكره من دي هذه سلايد انه انا لما ما هذا بيثبط يروح للغده الكظريه ويقول لها وقفي كورتيزول وابنفرين، فبالتالي ما يصير عندي التهاب، ما يصير يعني معناته ان انا ما استخدمت واستهلكت الجهاز المناعي على الفاضي. طيب، الدهون ما لها تاثير كبير في توازن الجهاز المناعي، قالوا بعض الأحيان إنها هي مع السيتوكينات. المعادن والفيتامينات هذه موجودة قدامكم، بس حمشي عليها سريع. بس مهم جدا بالنسبة لنا الزنك، الزنك لأنه بالذات الناس اللي هم كمان بياخدوا يعني على دايت أو النباتيين، مرة مهم عشان الجهاز المناعي وعشان يقدروا يستمروا ويحافظوا على رياضتهم. الناس اللي بياخدوا طيب الفيتامينات مرة كثير، مثلا فيتامين إي تاخذوا كميه مره كبيره، هذا ممكن ياثر على الخلايا المناعيه الليمفاويه اللي هي التي والبي اللي احنا قلنا اللي هي مره مهمه، اللي هي في قمه الهرم، اللي بتفرز ذاكره واللي بتعمل اجسام مضاده، فده مره مهم مره مهم. عندنا كمان الجرعات الضخمه تضعف الاستجابات الالتهابيه، ما يصير في استجابه لانه يصير في خلل ديسريجوليشن في الجهاز المناعي. وزي ما وريت لكم قبل فيتامين سي وفيتامين سي، وفي عندنا كمان تكلمنا على فيتامين دي قبل دي قبل كده والبروبايوتكس. طيب، ما بعد التمرين تكلمنا انه نحتاج الكربوهيدرات، البروتينات مره مهمه ومن اهمها بالذات عشان ايش، عشان الجلوكوز والجلوتامين. طيب، الجلوتامين بيقل صح في البلازما خلال التمرين، لكن ما في دراسات تؤكد ان لها تاثير على وظيفه المناعه لو انا اخذت الجلوتامين بعد التمرين. يمكن ليه فوائد ثانيه، بس انا بتكلم انه ليه فوائد ثانيه للعضله، بس انا بتكلم على المناعه ما لقوا انه في لي تاثير عالي. آخر حاجة، التوصيات العالمية للمنافسة الرياضية بهدف تعزيز الجهاز المناعي. خليني أشوف الوقت. يا دوب. طيب، التوصيات العالمية ليش ظهرت هذه التوصيات؟ إحنا قلنا إنه من عام 1980 بدأ علم اسمه اللي هو الإميون الإكسرسايز إيمينولوجي. ليش بدأ ده العلم؟ إنه بدأوا يلاحظوا إنه دول الناس اللي هم بيخشوا بيصير لهم، بس أنا ما حطول فيها 5 دقائق عشان أقدر أجاوبكم على الأسئلة. طيب، البطولات أول حاجة استراتيجيات، أهم حاجة نعرف إنه في منشأتين عالمية للتنظيمات هذه اللي هي International Olympic Committee وInternational Association of Athletes Federation. طيب، بدأوا يطبقوا حاجة يسموها Acute Illness Surveillance System، يعني مسح
للامراض الحاده اللي تيجي للناس اللي هم بيخشوا بطولات، وياخذوا اجراءات. الاجراءات دي على 3 مراحل. الاجراءات دي لقوا اهم حاجه المفتاح، يعني مثلا في ناس يسال هل شده التمرين، هل نوع التمرين، هل طول التمرين، قصر التمرين، هم حطوها في كلمه واحده انه احنا نعمل اجراءات عشان الانترنال والاكسترنال لود مانجمنت، اللي هي في اللي هي اللود مانجمنت، اذا في اللود اللي هو الحمل. طيب ايش الاستراتيجيات هذه؟ هقولها على السريع عشان خلاص ان شاء الله نبدا نفرغ الاسئله. اول حاجه لازم يكون في خطه تدريبيه، همشي سريع بس كده، انه طبعا مره مهم في الخطه التدريبيه دي، طيب تكون مفصله حسب الشخص، يعني لازم انا اراعي الفروق الفرديه بين شخص والتاني، وراعي الامور الثانيه اللي هي النوم، التغذيه، الترويه اللي هو الهايدريشن. مهم جدا انه يكون في تدرج، يعني بالذات لما اجي اغير حمل التدريب، يعني عاده بيكون كده، يعني ما اجي مثلا ادي له 20 كيلو واجي ثاني يوم ادي له 50 كيلو، لا، لازم يكون حمل التدريب اقل من 10% اسبوعيا. هذه مره نقطه مره مهمه عشان ما يخش في مرحله الجهد ويصير الفيلم اللي تكلمنا عنه كله. مهم جدا اني انا احط تقويم لاحداث المسابقه، يعني لازم اخبرهم ايش اللي حيحصل عشان ده ما يعملهم ستريس من الاول، يكون في تنظيم، اشوف مهتم. طبعا عشان كده لازم يكون في فريق، يعني يقول لك واحد من الفريق يكون لازم في فريق طبي عشان يهتم بمراقبه العلامات والاعراض المبكره للافراط. التدريب المكثف عند المرض وعرفنا ليش. طيب ثالث حاجه كمان عندنا الامراض المستمره، يعني كيف، يعني انسان مثلا عنده مرض مزمن، عنده ربو، لازم يكون ليها هذه كمان اهتمام خاص. طبعا في اسلوب الحياه اللي هو طبعا قلنا احنا تكلمنا عن غسل اليد، فالاتصال الوثيق في الاماكن المزدحمه، تجنب الجلسات التمارين في النوادي اللي تعاني من تهويه سيئه، هذه حاجه مره نقطه مهمه. يعني بالنسبه لي انا اول ما اروح نادي اول شيء اشوف التهويه، مهم جدا، لانه سوء التهويه معناته اكسجين مش كويس، معناته جهاز المناعي حينضرب، فنهتم بالحاجه. ليش؟ لان الاكسجين يحتاج النخاع عشان ينتج التي والبي والجيش الخلايا اللي موجود هناك، شايفين الربط كيف. طبعا يكون في عزل اذا كان في ناس مصابين، انتبه دائما للوقايه، طقم طبي زي ما قلنا، الاتيكيت حق الكافينج يسموه كاف اتيكيت، يعني لما انتبه لهم انه مثلا مناعه السعال يكون في عقل المراه في الكوع او في اليد. يعني الممارسات الصحيه الثانيه ما حقولها بس انتم ممكن تقراوها سريع. التطعيمات مهمه، في موقع تبع السي دي سي اسمه ريد بوك يلو بوك، تبي تروحوا بلد افتحوا كده اكتبوا سي دي سي يلو بوك، بعدين تضغطوا على البلد يقول لكم ايش التطعيمات اللي انت تحتاجيها في اي مدينه في العالم. مره جميل، يعني صراحه جميل ومفيد، هتستغربوا في بلدان ما تعرفوا ليش هذا التطعيم فيها، بس هو ترى محتاجين هذا الشيء. عندنا النوم طبعا والافراط بالكحول والنظام الغذائي المتوازن، وهذا بالنسبه لاستراتيجيه اداره الحمل النفسي. سريع. طيب الخاتمه، ايش اللي استنتجناه الان؟ انه خلينا نقول انه طبعا اتفقنا انه النشاط البدني في المقام الاول يحفز الجهاز المناعي، طيب، ولقينا انه الناس اللي ما هم مدربين طيب يبداوا في ممارسه الرياضه بانتظار، ما ينفع كده على طول، عشان يحصلوا على جهاز مناعي اقوى بشكل تدريجي. طيب ثاني حاجه انه التدريب المكثف طيب اللي يستمر لمده ساعه طبعا على الاقل هو اللي يحفز الجهاز المناعي، ممكن يحفزه بشكل حاد في البداية، لكن بعد كده يصير فيه يعني إذا دخلنا في مرحلة منافسة عالية ممكن يعني يضعف الجهاز المناعي، وبالتالي لما يضعف يصير عنده قدرة ضعيفة على محاربة البكتيريا. طبعا هذا التأثير سواء كان شخص مدرب أو غير مدرب. طيب آخر حاجة عندنا حاجة اسمها نتكلم عنها الفترة المفتوحة، فبالتالي هنا يحتاج أنه ننتبه في دي الفترة أنه ما نحاول نقللها بأنه ما يصير في عندنا إجهاد عشان نتجنب الفترة المفتوحة. التخطيط، التدريب، النشاط، المنافسة، فترة الراحة جدا مهمة. آخر حاجة أنه دائما لازم نفكر عالميا، استعرضنا في هذه الأمسية الدراسات اللي صارت في العالم، ولكن لازم ننفذ محليا، يعني نحن دراسات محلية طيب عشان نشوف هذه العلاقة. ليه؟ لأنه هنا عندنا عوامل مختلفة عن برا، العامل الوراثي، العامل المناخي، نمط الحياة، زي دحين رمضان الناس بتسهر في الليل تنام في النهار، يا ترى هل هذا الشيء يأثر ولا ما يأثر. كده أنا انتهيت، ويعطيكم ألف عافية على الاستماع، وخليني نبدأ بالأسئلة. طيب إحنا وصلنا، أوكي لحظة،
جانا سؤال اللي هو آخر سؤال جاوبته، اللي هو من كان له الدور الأكبر في رفع جهاز المناعة؟ رياضة مع الغذاء الصحي، الاثنين مع بعض مهمين جدا. طبعا الاثنين مهمين جدا، يعني انا ما لقيت في دراسات انه بتفضل ده على ده، لانه عشان كده نشا علم اسمه اللي هو البروتيوميتك، يعني يكون بيدرس اللي هو التحليل الغذائي كمفيد للمناعه. الاثنين مرتبطين جدا، وهبوط واحد يؤدي لهبوط الثاني. هناك اشخاص جاءهم كورونا مره اخرى، كيف يكون ذلك؟ وهل معناه ان اجسامهم لم تكن تكون مناعه ضد المرض؟ احتمال، أو يكون عندهم عوامل أخرى زي ما قلت لكم إنه العوامل الأخرى اللي هي قلنا النوم، يعني هو جاته كورونا لكن ما زال في عنده عوامل تانية بتساعد على تحبيط الجهاز المناعي. الفكرة يا جماعة لما نقول جهاز مناعي مو معناته بس أجسام مضادة وتطلع، طبعا هي ممكن يكون في أجسام مضادة موجودة، لكن نتيجة النوم السيء ونتيجة اللي هو العادات السيئة، التدخين، النوم، عدم شرب الموية، الأكل الغير الصحي. ففاكرين إحنا ما قلنا في ثلاثة مستويات، يعني المناعي، الجهاز المناعي مو معناته بس أجسام مضادة، في اللي هو خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني، فممكن يكون إنه ده كله صار فيه لخبطة، فصار حاجة يسموها disregulation، يعني يكون فيه موجود أجسام مضادة لكن ما هي شغالة، وظيفتها فيها خلل نتيجة الخلل في نمط الحياة نفسه. هل الصوم ينشط الجهاز المناعي؟ أنا ما عندي جواب للسؤال ده. فكتنشيط صراحة يعني كدراسة أنا ما عندي أي إجابة. الجلد خط الدفاع الأول، وإحنا نستخدم الشامبوهات والصابون للأسف كلها كيميائية والجلد يمتص هذه المواد. نبغى نصيحة، البدائل الطبيعية وإحنا نبغى أمثلة أنا أشجعها، إذا في بدائل طبيعية يا ريت طبعا، وهي كلها طبعا مواد كيماوية. نعم تفق امتصاص، درجة الامتصاص يعني أنا ما أعتقد إن هي الدرجة الكبيرة، يحصل فيها امتصاص بس ما هي الدرجة اللي ممكن تحبط مناعتي. يعني احنا دحين احنا الليلة عن المناعة نتكلم، فأنا ما أعتقد إنه فيها تمنع امتصاص، إنه فيها امتصاص لدرجة إن هي تمنع وظيفة الجلد كجهاز خط الدفاع الأول. نعم أنا ما أقول أيوة هي، احنا يعني نحط في بالنا الشيء، وأكيد إنه المنتج الطبيعي مدام يؤدي نفس الوظيفة ليش لا، مدام هو بينظف ليش لا، بالعكس يعني لو أنت تجيب لي منتج طبيعي ومنتج صناعي والاثنين يؤدوا نفس الوظيفة أنا هأخذ الطبيعي. بس هذا لا يعني كمان إنه الصناعي حيلغي الوظيفة المناعية للجسم. هل من الأفضل تحفيز الغدد وغيرها من لها عامل مساعد في المعالجة بدون إنتاج اللقاحات؟ قلت لكم في مدرستين، في مدرسة تشجع إن الواحد يأخذ تطعيمات، لو رحت للناس اللي هم حقون الألترناتيف ميديسين أو الطب البديل حيقول لك أنا لا أؤمن باللقاحات أبداً، ولو رحت للناس اللي هم حقون الأمراض المعدية حيقول لك أنا أؤمن باللقاحات تماماً. فتحفيز الغدد يعني مثلا انا اشوف مثلا بعض الاحيان المساج يحفز الغدد الليمفاويه. ليه؟ لانه احنا قلنا الحين فهمنا الحين الغدد الليمفاويه عباره عن جهاز فيه له محطات وقنوات اللي هي الاوعيه الليمفاويه. شوف الاوعيه الليمفاويه زي اوعيه الدم معاها ماشي، بس انه هنا سائل ليمفاوي وهنا في دم، هنا سائل مليء بكريات الدم البيضاء اكثر شيء، تي والبي وكله ده موجود هناك. فمحفزات ايوه، بس انا ما شفت انه في دراسه تقول اذا انتم عملتوا تحفيز للغدد انه هذا حيحميكم انكم ما تاخذوا لقاح. ما دور حبوب الخميره في زياده البكتيريا الحميده في الامعاء؟ حسب علمي انها مفيده، بس الواحد ما يكثر منها، دائما التوازن هو سر الحياه. يعني في كمان ناس يكثروا بحيث انه هو ممكن يقتل يعني يصير، لانه لما يصير ترى معدل البكتيريا الحميده زي ما قلت لكم على حكايه السيدف، ايش اللي يحصل يا سيدف؟ انا بدي مضاد حيوي بقتل البكتيريا الحميده، بس بيصير فيه مو يعني تنقتل فئه وتعيش فئه، فاللي تعيش فئه اللي هي يسموها سيدف يصير فيها تكاثر غير طبيعي وتصير مريضه، تصير هي سبب المرض. يعني هي تكون حميده طول العمر جوايا قاعده، لما الناس ياخذ المضاد تقوم تهيج، فهذه مشكله. نقص الحديد هل يسبب نقص المناعه؟ نعم. اذا فاكرين رسم حقت كريات الدم الحمراء والبيضاء وكذا، فطبعا هي كيف تسبب نقص المناعة؟ نقص الحديد مرتبط بانخفاض الهيموغلوبين. انخفاض الهيموغلوبين يعني أكسجين أقل، يعني بيروح فين؟ يعني أكسجين بيروح أقل لنخاع العظام اللي هو بيصنع الكريات الدم البيضاء الأساسية الأم الميلويد سيلز. هذه العلاقة فيها. في طرق أقوى مناعتي فيها، تكلمنا كلها عن الطرق ولا تكلمنا 5 أشياء أساسية صح؟ نوم، أكل، شرب الموية، رياضة، تكلمنا عن كل الأشياء دي.
عند تناول المضاد الموصوف يتطلب دقة بالساعة والدقيقة. نعم نعم مهم جدا ترى. ولما تقولي دقيقة والله ممكن أقول أيوة دقيقة، لأنه ليش ليش لأنه الفكرة ليش الفكرة إنه مثلا المضاد ده ممكن كل 8 ساعات، الثاني كل 12 ساعة، ليش الاختلاف في الوقت هذا؟ لما جو شافوا البكتيريا اللي أنا حديها المضاد، مثلا خلينا نقول أمراض الجهاز التنفسي، واحد عنده التهاب رئوي أخذ مضاد حيوي، التهاب الرئوي فيها مجموعة معينة من البكتيريا. البكتيريا هذه ما حقول لكم يعني مجموعة، المجموعة دي انقسامها بكتيريا واحدة عشان تصير اثنين تاخذ لها الوقت اللي هو مثلا 12 ساعة، في بكتيريا ثانية دقيقة، في بكتيريا ثالثة ساعتين. فالمضاد لازم يتاخد في الوقت، ليه؟ عشان امنع هذا الانقسام يحصل. لما انا اتاخر معناته البكتيريا انقسمت وبالعكس خليتها قوية تبدا هي. فاكرين لما قلت لكم اول سلايد، كل شيء في الوجود له جهاز مناعي، حتى البكتيريا، حتى البكتيريا ليها جهاز مناعي. فلو انا ما حاربته هو حيحاربني ببساطة. هل اللي سبق واستخدم الكورتيزون وهو صغير تؤثر على مناعته بعدما يكبر ويترك الكورتيزون؟ وشكرا. حسب علمي لا، تأثير الكورتيزون ما هو تأثير بيرمننت، يعني طول الحياة يقدر الواحد يرجع، يعني يرجع مرة ثانية. كثرت في الآونة الأخيرة إصابة الكثير من الناس ببكتيريا اللي هي اتش بايلوراي. الاتش بايلوراي هذه طبعا بس عشان اللي سامعنا، هذه بكتيريا تصيب المعدة وهي تؤدي إلى قرحة المعدة، وفي طبعا دراسات إن هي ممكن قد تؤدي إلى سرطان المعدة. الـ H. pylori مصادرها عديدة، بس لقوا إنه أحد المصادر هذه الماء. فكيف الوقاية منها؟ وهل المناعة دور في الحماية منها؟ طبعا الوقاية بالنسبة لأن أنا قلت الماء، فما نقدر إنه إحنا مثلا ناخد ماء مقطر 100%، يعني لقوا كثير دراسات إنه سببها الماء. لقوا كثير من الدراسات انه مثلا سببها صوروا ادويه الحموضه. ليش؟ ليش؟ لان هي فاكرين لما تكلمنا عن خطوط الدفاع الاولى، ايش كان خط الدفاع الاولى؟ كان من ضمنها حمض المعده. فانا لما اخذ ادويه الحموضه واحبط، اذا انا ماني محتاجته لا تاخذه. كيف يعني ما اخذه؟ يعني مو معنى اقول اقعد اكل وجبه دسمه او اتسحر واروح انام وبعدين اقول والله جاتني حموضه واول ما افطر اروح اخذ الدواء حق الحموضه او اتعشى. معليش نرجع، يعني والله العظيم اساسيات العلاج ما هي في الادويه، اساسيات العلاج في نمط الحياه نفسه. فانا اتفادى كيف اني انا مثلا ما اخذ وجبه متاخره عشان لا تجيني حموضه، وبالتالي ما اضطر اني انا اخذ الانتي اسيدز اللي هي بتحبط ترى الانتي اسيدز بتحبط طبعا افراز المعده للحمض اللي هو اساسا خلق عشان يحميني من البكتيريا، واللي من ضمنهم الاتش بايلوراي. فهذا هو السبب. هل فترة موت الكريات الحمراء نفس العدد للرياضي والغير الرياضي؟ حسب علمي نعم. من وجهة نظر حضرتك، هل العوامل الوراثية المناعية قد أثرت في انتشار الفيروس في الوطن العربي؟ أنا لا أؤمن بذلك، أنا لا أؤمن بذلك. عوامل وراثية مناعية أنا ما يعني لا أجد إنه هذا سبب. ما منتشر في العالم كله، ما بس في العالم العربي، يعني جات فترة أمريكا رقم واحد فما له علاقة. أعتقد الإجراءات الوقائية هي رقم واحد، سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية، السرعة والالتزام حاجتين، يعني مو بس كمان تكون سريعة ويكون فعال، يعني سريعة وفعال من ضمن الفاعلية أهم شيء الالتزام فيها. يعني مين فينا بيغسل يده 30 ثانية؟ خلينا نتكلم بصراحة، مين فينا بيغسل يده 30 ثانية؟ بعدين نقول يعني وراثة؟ لا، ترى ما بناخذ الإجراءات الوقائية الصحيحة. ممكن تفسير المفهوم الشائع حول الـ pH وتأثيره على إضعاف الأمراض الميكروبية والأورام ورفع المناعة، ولماذا يضعف الجهاز المناعي؟ هذه تكلمت عنها، اللي هي للرياضيين الذين يتمرنون بشكل عالي، هذه شرحتها. مفهوم الـ pH طبعاً عندنا التوازن في الجسم 7.4 اللي هو الدم، لما يكون في عندنا حموضية ارتفاع أو الكلاين يصير اللي هو القلوية، هذا كله بيساعد على اختلال الوظيفة في الكريات الدم البيضاء والحمراء. طيب، هل وجود الخراج المتكرر في الجسم دليل على قلة المناعة؟ قد يكون بس مو شرط، يعني في حاجة يسموها علاقة وفي شيء يسموه سبب وأثر، سبب ونتيجة. يعني في فرق ما بين أنا أقول مثلا هناك علاقة، طيب هناك علاقة مثلا ما بين إيش نقول، خلينا نقول علاقة مثلا ما بين التدخين وسرطان الرئة، لكن ما هو سبب ونتيجة لأن هناك أسباب أخرى لسرطان الرئة غير التدخين. وقد يكون هناك علاقة، نعم، يعني تكون احنا من الدلالات انه ليش هذا الانسان بتجيله، لانه بعض الاحيان بتكون وظيفه بالذات اللي هي خلايا التائيه اللي هي المنظمه للمناعه بيكون فيها خلل.
بس الخراج كمان يعتمد في مكانه، يعني في شيء يسمونه اللي هو الناصور، هذا هو اصلا طبيعته انه يتكرر، ترى طبيعته انه يتكرر، يعني ما هو شيء عجيب. كم مدة استمرار فيروس كورونا على سطح الأمثلة؟ دراسات تغيرت اختلفت، في البداية قالوا ساعات، بعدين وصلوها لـ9 أيام. وبعدين العامل اللي يساعد طبعا كثير درجة حرارة الجو، عشان كده قالوا استبشروا خير، في الصيف ممكن يكون بقاؤه على الأسطح بنسبة أقل. طيب نجي بعد كده للسؤال، غسل اليدين. نقطتان، استخدام المعقمات بكثرة يقتل البكتيريا النافعة التي على الجلد. أنا صراحة أؤيد الصابون، يعني مو المعقمات، أؤيد الغسل بالماء الجاري. أنا عن نفسي أؤيد، كلها خير وبركة. يعني لو كنت برا البيت، لو اضطريت مثلا إني أكون برا البيت ولقيت معقم، أيوه، بس أنا عن نفسي أنا جوة البيت ما أستخدم، أستخدم الصابون والموية، الماء الجاري. عشان كده غرف العمليات تلاقوهم دائما بموية جارية، يعني يكون في حوض وكله بنغسل. هذا جاوبت عليه. الكورتيزون هو نفسه الموجود بالكريمات، نعم، بس مو كل الكريمات فيها كورتيزون، بعضها وبعضها. الخلايا الليمفاوية خاملة لا تحتوي على مضخة، هنا تكمن أهمية النشاط البدني بزيادة، الله عليكم، الله ينور، صح، عشان كده رياضة، نعم، فاكرين قدامنا هم قاعدين في الأوعية الليمفاوية، فأنا لما أتحرك أحركهم معايا. نعم، علاقة طبية بين قلة النوم وزيادة تناول السكريات، طبعا طبعا فيه. طيب فين كمان أسئلة؟ في نظريات الطب التكميلي يتم التركيز على موضوع حموضة الدم وقلويته، وأن التوازن مهم، وزيادة نسبة الحموضة هو ما يسبب الأمراض وخاصة السرطانات. فأين يمكن وضع الأغذية المؤكسدة في هذه النظرية؟ ما عندي إجابة، بس اللي أعرفه إنه الأغذية المؤكسدة تحفز المناعة. يعني أنا موضوعي عن المناعة أكثر حاجة، بس بالنسبة عن المناعة، فبدأ فيها تعزيز للمناعة، فأكيد طبعاً يصير انه انا، يعني انا بالنسبه لي عزز المناعه فمعناته الامراض والسرطانات تخف بمعنى اخر. لاحظ بشكل كبير ممن ينزلون وزنهم بسرعه يتم استئصال المراره لهم، ما السبب في رايك؟ ما اعرف، هل يكون عشان نتيجه، يعني ما فهمت السؤال، هل استئصلت المراره عشان صار فيها التهاب ولا عشان فيها حصوات، والحصوات دي ادت التهاب؟ لان بعض الاحيان الاستئصال يكون بسبب الحصوات المزمنه او يكون بسبب الالتهاب. المغنيسيوم، نعم، لم أذكره، فعلا في دراسات تقول إن هي تدعم المناعة، زي ما قلت لكم ترى كل اللي عرضت لكم هو معظمها هي نظريات بأبحاث ودراسات. فشكرا على التنبيه. هل في تمارين معينة لضبط اختلال نبضات القلب؟ يعتمد إيش سبب الاختلال. يعني أنا بالنسبة لي واحد حاط بيس ميكر اللي هو منظم ضربات القلب، غير واحد عنده خفقان وبياخذ دواء مثلا زي ادويه اللي هي منظمه الخفقانات. فكل واحد ده لازم يعني يرجع للتعاون مع طبيب ومع مدرب، انه التعاون يتم مع بعض عشان نشوف التمارين. ممارسه الرياضه في اجواء رطبه جدا وارتفاع درجه حراره عاليه، ليس في جهاد، قلنا تكلمنا عنها انه كيف الحراره دي ممكن. طيب عشان باقي 6 دقائق يمكن ما حقدر اقول كل الاسئله. في حال كان ممارس الرياضة في عمر 50 لـ60 سنة وكان عنده خشونة، فما هي التمرينات البديلة للكارديو بعد الإحماء؟ طبعاً ده خارج عن موضوعنا، بس أنا ده أول شيء هقوله، عشان عندك خشونة أشرب موية. تعرفوا إنه السائل الزلالي اللي موجود 80% منه موية. طيب والتمارين البديلة للكارديو بسيطة جداً، دول الناس اللي هم كبار في السن بالذات مع الخشونة، ممكن مثلاً يعمل مثلاً ممكن بوش أب على الجدر، هذه واحدة منهم، تمارين بسيطة ما هي ما تكون. أنا هحاول صراحة أجاوب الأسئلة اللي بتتكلم عن المناعة. الرياضات الفردية والجماعية للألعاب الحركية تتفاوت في التأثير على الجسم ومناعته، ما أعتقد. طيب لأنه يعتمد على حسب حماس الشخص، أنا ممكن أكون فردي وبلعب أي كلام، وممكن أكون في مجموعة بلعب أي كلام، فهي الفكرة حسب حماس الشخص في أنه هو يؤدي التمرين بإتقان. طيب ألعاب رياضية ينصح فيها غير السباحة، أتكلمنا من خلال الأبحاث اللي عرضناها، قلنا إنه في اللي هي مثلا كانوا في الرانرز اللي هو بيلعبوا بعض الأحيان ألعاب هوائية، وحتى التحملية أو قوة التحمل لازم يكون اللي هي الألعاب اللي هي فيها مقاومة، كل هذه بتحفز، كلها بتحفز، بس لازم زي ما قلنا يكون فيها نسبة معينة في التحميل.
تحسس السعال يزيد مع الجهد. هذول الناس اللي هم في فئة ناشئة أعمارهم يكون من 12 إلى 14، اللي هو سعال يزيد مع الجهد. بالنسبة لبرنامجهم التدريبي إذا كانت رياضتهم في الفنون القتالية، هذه يكون أكيد عندهم، يعني يمكن إحنا قلنا زيادة سعال مع الجهد، بس ممكن يكون أسبابها يعني حساسية، يعني يكون عندهم طيف من الربو، ما هو إنه بسبب الرياضة إن هي اللي سوت لهم هذا الشيء. بعدين لاحظت في بعض الأحيان في أنظمة غذائية تساعد على وجود الحساسية دي. ممكن تستغرب لو قلت لكم في الطب البديل يقولوا الحليب، عشان كده الأطفال هم أكثر ناس عندهم حساسية أو ربو، لأنه هو بيشرب حليب أكثر شيء، الحليب الصناعي بتكلم، أو الحليب الحيواني اللي هو فيه إضافات كثيرة. الأخطاء التدريبية تكلمت عنها وكيف إنه إحنا نظبطها. هل هناك علاقة بين ارتفاع حمض اللاكتيك ونقص المناعة؟ نعم، ارتفاع حمض اللاكتيك، كلمة حمض يعني إيه؟ يعني أسيد، يعني في الدم حيكون البي اتش حقه مش تمام. طيب، فده بيعمل ممكن اللي هو سبب، قلت لكم هي فكرة الاختلال ممكن تكون كعدد أو كوظيفة، وبالذات على الوظيفة نتكلم فيها، على كعدد وكوظيفة الاثنين. تمارين الاسترخاء وتنظيم التنفس في تقليل نسبة حمض اللاكتيك، نعم مهمة جدا. طيب، تنظيم التنفس جدا جدا مهمة في التمارين الرياضية عشان يكون هذا التمرين فعال. نعم، زيادة حمض اللاكتيك يعمل إجهاد في العضلة أكيد، بالذات في التمرين اللي هو ذو الشدة المرتفعة. فهذا اللي أنا أعرفه يعني بحسب معرفتي البسيطة. هل تنصحي باستخدام علاجات وأدوية مضادات الأكسدة وبعض العلاجات تقوية المناعة من نترك الجسم لإنتاج هذه الأشياء بطريقة طبيعية؟ إذا كان غذائك فيه مضادات أكسدة فليش ألجأ للصناعي؟ وكده يعني نكتب في النت إيش هي الأغذية المليئة بمضادات الأكسدة ونستخدمها ونشوف بعدها. والله ما جاتني الحمد لله التهابات وأنا زي الفل كويسة، خلاص أستمر عليها، مش لازم يعني هذا. طيب، كده يتهيألي يعني خليني بشوف إذا في أسئلة تانية. بالنسبة لي إيميلي، في ناس طالبين إيميلي، إيميلي ريج مفتي ARJ من جدة، مفتي MUF as in Frank T as in Thomas I at gmail. هذا بالنسبة للإيميل ريج مفتي at gmail.com. أعتقد كده جاوبت على معظم الأسئلة. إذا في أي سؤال، لأنه خلاص فضل دقيقة. في أي أسئلة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكراً على حضوركم جميعاً، على صبركم في الاستماع. جدا جدا سعدت بإعطاء واستقبال، يعني بإعطاء كل معلومة من فضل الله علي فيها، واستقبال كل أسئلتكم، وإن أصبت ففضل من ربي، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وبإذن الله دائما نتعلم، وبإذن الله إحنا في شفتوا كيف المسح الميداني أو للمناعي دائما، كمان حتى إحنا علومنا تكون دائما في حالة تطوير للأفضل والأحسن على المستوى الخاص، على مستوى إن شاء الله العام، وإن شاء الله على مستوى المملكة كلها، نكون نقدم أفضل ما يمكن في مجال الرياضة علماً وفهماً ومتعة وأداء وإنجاز وإنتاج. شكراً شكراً لكم، ويعطيكم العافية، في أمان الله. يعطيك العافية دكتورة هريج، نشكر لكم حضوركم، نشكر لكم حضوركم أعزائي. وبالنسبة للعرض ستجدونه على قناة المعهد باليوتيوب، نلقاكم بلقاءات قادمة إن شاء الله، تقبلوا أطيب تحياتنا، شكرا.